مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة في الحقيقة غاية في الأهمية، لأن عندنا العديد والعديد من الأمور المتنوعة وكمان من الموضوعات الهامة جدا اللي هنتناقش فيها على مدار حلقة اليوم، سواء بما يتعلق بالأخبار المحلية العالمية وبالتحديد آخر جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، وبالتحديد كمان الفريق الأول لكرة القدم واللي وصل لزيمبابوي. تفاصيل كتيرة جدا، أخبار دسمة خلال حلقة اليوم من كلام في الميديا، تابعونا على مدار الحلقة. ضيف حلقتنا النهارده هيكون الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيض في الحديث في أمور هامة جدا في الجزء الثاني من حلقة كلام في الميديا النهارده. الأول نروح نشوف أهم العناوين، يلا بينا. بعثة الأهلي تصل لهراري استعدادا لمواجهة بلاتينيو. قمصان خبرات لاعبي الأهلي قادرة على حسم 3 نقاط. سعد سمير يعود من ألمانيا الجمعة المقبل. اتحاد الكرة يحصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة لتطبيق تقنية الفيديو. مصر تعرض على الكاف استضافة حفل أفضل لاعب لمدة 3 مواسم. طيب اهم حاجه هنبتدي بيها طبعا اخبار الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، وبيستعد لمواجهه غايه في الاهميه امام فريق بلاتينوم الزيمبابوي باذن الله تعالى يوم السبت المقبل الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، احدى المواجهات الهامه جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي لعدد كبير من الاسباب، واتكلمنا في الجزئيه دي امبارح. الفريق وصل خلاص بسلامه الله لزيمبابوي بعد رحله شاقه استغرقت حوالي 11 او 12 ساعه، رحله مجهده شويه، لكن في كل الاحوال الفريق مستعد جدا جدا لهذه المباراة بعد ما كان حصل على أجازة لمدة 48 ساعة لتجنب الإجهاد، وده أمر غاية في الأهمية قبل مباراة مهمة جدا مباراة بلاتينيوم. وفي الحقيقة المباراة دي صعبة ليه؟ لعدة أسباب، أهمها أن أنت بتنافس مع 2 تانيين النجم والهلال على الصعود برصيد نفس النقاط، دلوقتي 6 الأهلي 6 النجم 6 الهلال. في نفس الوقت فريق بلاتينيوم دي آخر فرصة بالنسبة له، لو هو عايز ينافس على الصعود هيبقى مهم قوي بالنسبه له يكسب النادي الاهلي لا قدر الله، فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه. الفريق جاهز، الفريق متاهب، الجمهور كمان متشوق ومترقب جدا هذه المواجهه، وانا بصراحه متحمس قوي لماتش بلاتينيوم ده لانه هيفرق كتير جدا باذن الله في مشوار النادي الاهلي الافريقي، وواثق جدا جدا في لاعبتنا وفي الجهاز الفني المميز لفريق النادي الاهلي. خلينا نبتدي مع حضراتكم باخبار الفريق. اللقطات اللي حضراتكم هتشوفوها دي لقطات خاصه بالبعثه، بدايه من التحرك من مطار القاهره امبارح او النهارده الصبح بدري قوي، يعني الساعه 1 الصبح تقريبا اتحركوا ولحد ما وصلوا كمان، ده نجم النادي الاهلي الجديد محمود عبد المنعم كهربا ونجوم عديده في صفوف النادي الاهلي وفي قائمه النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. خليني اقول لحضراتكم ان الفريق وصل هناك بشكل رسمي خلاص، وبعد رحله طويله كانت من خلال ترانزيت في اديس ابابا لمده 2 ساعة، وقبل الوصول لهراري عاصمه زيمبابوي، من عاصمه زيمبابوي للمدينه اللي هيكون فيها ملعب هذه المباراه، ان شاء الله يكونوا موافقين. افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي مباراه بلاتينيوم، 20 لاعب: محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي في حراسه المرمى، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، ورامي ربيعه، ومحمود متولي، في نص الملعب اليو ديانج وعمر السليه، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، جيرالدو، جونيور اجايي، احمد الشيخ، ومحمود عبد المنعم كهربا، وفي الهجوم كل من مروان محسن ووليد ازارو. دي قائمه النادي الاهلي، ودي لقطات في الحقيقه مميزه جدا، يعني اليو ديانج واجايي ولعبه الريست، وواضح ان العلاقات دايما مميزه جدا ما بين لاعيبه النادي الاهلي والروح مميزه جدا في الحقيقه، والامر ده بيبقى غايه في الاهميه ليه؟ لان ده بيبقى من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي الفريق في انسجام ما بينه عناصر الفريق كلهم، واللي بتؤدي في النهايه للنتائج الايجابيه اللي اكيد بيترقبها وبينتظرها دايما جمهور النادي الاهلي في كل مكان. قلت لحضراتكم القايمه، بيغيب عنها طبعا حسين الشحات. احنا امبارح كنا قلنا لحضراتكم ان حسين الشحات خلاص جاهز للمباراه طبيا، لكن كان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه. الجهاز الفني فضل عدم اصطحاب حسين الشحات لهذه الرحله، ليه؟ لان الرحله هتبقى طويله فهيبقى فيها اجهاد، فانت دلوقتي حسين عنده زي اجهاد قوي شويه في عضله الضمه،
فإجهاد الرحلة السفر بس لوحده ده ممكن يؤدي في النهاية لعودة الإصابة وتفاقم الإصابة، عضلة الضمة تبقى يعني حساسة شوية وسهل قوي إن الإصابة فيها ترجع بسرعة. فبالتالي كان في حرص كبير قوي من الجهاز الفني والجهاز الطبي على عدم اصطحاب حسين الشحات لهذه الرحلة، وخصوصا إن هو مش هيكون جاهز بنسبة 100%. هو هيقعد هنا في القاهرة، هيبقى عنده برامج تأهيلية عشان يستعد لما بعد مباراة بلاتينيوم بإذن الله تعالى. عندنا مباراة طنطا في بطولة الدوري وما تبقى من مباريات عديدة على مدار الشهرين، الشهر الحالي والشهر القادم بإذن الله. ده بالنسبة لحسين الشحات. الكابتن سعيد عبد الحفيظ كان في استقبال بعثة النادي الأهلي، واحنا عارفين إن الكابتن سعيد عبد الحفيظ كان وصل هو والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق قبل البعثة ب 24 ساعة عشان يظبطوا كل الأمور الخاصة باستقبال الفريق، سواء من حيث ملاعب التدريب، فندق الإقامة، كل الأمور اللي بتتعلق بالفريق هناك. وكانوا موجودين في مطار هراري عشان يستقبلوا بعثة النادي الأهلي. كان كمان معهم السفير المصري في زيمبابوي السفير محمد فهمي، كان موجود وكان حريص جدا على استقبال بعثة النادي الأهلي، والتقى كمان الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة اللي موجود مع الفريق هناك في زيمبابوي. كمان من ضمن الأمور الهامة جدا طبيب الأهلي ينبه على اللاعبين بضرورة تناول أدوية الملاريا، وده أمر غاية في الأهمية لأن تبقى هي على مراحل، يعني كل يوم بتاخد كده حباية اللي هي بتاعة التطعيم ضد الملاريا، وده بيبقى أمر مهم جدا. وكان في تنبيه من الدكتور خالد محمود على الجزئية دي على جميع اللاعبين وجميع البعثة بشكل كامل، وإن شاء الله نتمنى لهم السلامة وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله بإذن الله في مباراة يوم السبت. فيما يتعلق بمروان محسن، مروان محسن موجود مع البعثة هناك في زيمبابوي، هو عنده كدمة في وجه القدم. الكدمة دي هيتم تحديد مدى إمكانية لحاق مروان محسن بالمباراة ولا لا، هيكون من خلال ايه؟ من خلال ان هيكون في تدريبين او في برامج تأهيلية لمروان سواء النهارده او بكره، النهارده الاربعاء او بكره الخميس، ويوم الجمعة هيبقى في اختبار طبي قبل المران الرئيسي والأخير اللي هيكون على ملعب المباراة، الملعب اللي هيستضيف هذه المباراة. بناء على الاختبار الطبي اللي هيكون يوم الجمعة لمروان هيتم تحديد إذا كان مروان هيقدر يلعب ولا مش هيقدر يلعب، لكن في محاولات إن هو يكون موجود ومحاولات مهمة في الحقيقة عشان إحنا عايزين أكبر كم ممكن من اللاعبين يكون متاح لمين؟ للجهاز الفني. ده فيما يتعلق بمروان محسن. كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الأهلي اتكلم وكان ليه تصريحات وتصريحات بخصوص مباراة بلاتينيوم بالطبع، وقال إن المباراة دي صعبة للغاية وإن إحنا عندنا خبرات كبيرة جدا في فريق النادي الأهلي، بإذن الله هترجح كفة فريقنا من خلال إن إحنا نخرج بنتيجة إيجابية من مباراة بلاتينيوم. قال كمان المباراة دي صعبة للغاية، ليه؟ لأن فريق زيمبابوي أو فريق بلاتينيوم زيمبابوي بالنسبة له دي آخر فرصة للمنافسة على التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فهيبقوا متحفزين جدا، هيبقوا مركزين قوي في كيفية لا قدر الله التغلب على النادي الأهلي، فمن هنا أيضا جاية صعوبة هذه المباراة. قال كمان إيه؟ قال إن الهزيمة من النجم الساحلي بالنسبة لفريق بلاتينيوم على ملعبه مش مقياس إطلاقا، هما كانوا خسروا 3-0 نتيجة كبيرة جدا على ملعبه من النجم الساحلي. قال الكابتن سامي قمصان إن النتيجة دي مش مقياس لقوة هذا الفريق أو ضعفه، إحنا مركزين، وقال كمان إن إحنا دارسين الفريق بشكل ممتاز وعندنا كافة المعلومات اللي بتتعلق بالفريق سواء فيما يتعلق ببعض اللاعبين اللي رحلوا وبعض اللاعبين اللي انضموا لفريق بلاتينيوم قبل المباراة المقبلة. قال تطرق هو للإصابات اللي عند لاعبي النادي الأهلي، قال إن إصابات قدرية وقال إن إحنا قادرين نتعامل معاها بشكل جيد، وفي المقبل إحنا قادرين نتعامل مع كل الظروف اللي ممكن تواجهنا في مباراة يوم السبت بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يكونوا موفقين في هذه الجزئية. طيب خليني اقول لحضراتكم احنا كده اتكلمنا فيما يتعلق ببعثه الاهلي هناك كل الاخبار، هنحاول كمان شويه يكون معانا كده ايه زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل القناه الاهلي هناك في زيمبابوي عشان يقول لنا كل التفاصيل سواء فيما يتعلق بجانب المناخ او الملاعب التدريب، مواعيد التدريب، كل هذه الامور. خليني اقول لحضراتكم ان التدريب النهارده الاول بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيكون الساعه 5، يعني وانا بكلمكم كده هم خلاص ان شاء الله يكونوا ابتدوا التدريب، يعني اكيد وصلوا الملعب وابتدوا لان الميعاد بالظبط الساعه 5. في نفس الوقت خليني اقول لحضراتكم ان التدريب هيبقى من خلال بعض التدريبات الاستشفائيه بسبب ايه اجهاد الرحله الصعبه. ده فيما يتعلق ببعثه النادي الاهلي في زيمبابوي. في المقابل في مران قوي للغائبين عن رحله زيمبابوي هنا في القاهره، عندنا مثلا حسين السيد، صلاح محسن، عمار حمدي، ومحمد عبد المنعم. ده هيكون من خلال اشراف الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، التدريبات بالنسبه لهم هتكون بدنيه قويه جدا. فيما يتعلق بسعد سمير هيرجع من المانيا يوم الجمعه الجايه باذن الله بعد اجراء جراحه ووتر اكيلس، وبالنسبه لسعد الجراحه ناجحه بشكل تام وبنسبه 100%.
عمل المرحله الاولى اللي هي بتبقى بعد الجراحه على طول مباشره ويرجع لمصر، وبعد كده بعديها فتره هيرجع لالمانيا عشان يواصل برامجه العلاجيه والتاهيليه. عندنا كلام كتير جدا جدا كمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي وبعض الامور والمواضيع الهامه اللي هنتناقش فيها مع حضراتكم. هروح لفاصل الاول، وبعد الفاصل نرجع نواصل. يلا بينا. حضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن استعداد النادي الاهلي لمباراه بلاتينيوم باذن الله يوم السبت الجاي ان شاء الله، واتكلمنا في تفاصيل كتيره جدا خاصه ببعثه النادي الاهلي. في تفاصيل اكتر هنتكلم فيها او نعرفها بشكل اوضح من زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي ومرافق للبعثه هناك في زيمبابوي، زميلنا العزيز فاروق صلاح. يا فاروق اتفضل قول لنا كل الجديد عندك ايه، طمنا. تحياتي ليك يا امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج كلام في الميديا من هنا من دوله زيمبابوي بالتحديد العاصمه هراري ومن مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. استعدادات النادي الاهلي لملاقاه فريق بلاتينيوم في المرحله الرابعه لدوري المجموعات افريقيا، بطوله الغائبه عن النادي الاهلي اللي اتمنى بمشيئه الله انها تعود هذا العام ونتوج بالبطوله. خليني اقول لك يا امير كواليس رحله النادي الاهلي لزيمبابوي، الفريق تواجد في المطار في تمام الساعه 2:10 مع منتصف الليل، استقل الطائرة في تمام الساعة 2:30، توجه الفريق إلى أديس أبابا في تمام الساعة 7، بقاء لمدة ساعتين للترانزيت ثم استقلال الطائرة الأخرى والتوجه إلى العاصمة هراري والوصول لمطار روبرتو موجابي. كان في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي لمعالي السفير محمد فهمي سفير جمهورية مصر العربية بدولة زيمبابوي اللي حرص على التواجد وإنهاء كافة الإجراءات لفريق النادي الأهلي ومسؤولي بعثة النادي الأهلي، ويعني في أحاديث ما بينه وما بين المهندس إبراهيم القفراوي رئيس بعثة النادي الاهلي حرص على يعني انهاء كافه الاجراءات. الاحاديث الجانبيه مع لاعبي النادي الاهلي يعني من الامور المهمه اللي معالي السفير محمد فهمي كان يعني في احاديث جانبيه مع لاعبي النادي الاهلي الحث على يعني الفوز والاحراز الثلاث نقاط والتتويج بالبطوله الافريقيه. ايضا المتواجدين سواء في مطار القاهره مطار اديس ابابا، المتواجدين ايضا في مطار روبرت موجابي بهراري حرصوا على التقاط الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي، حاله من البهجه حاله من الثقة عند لاعبي النادي الأهلي من أجل إن شاء الله الفوز وإحراز ثلاثة نقاط مستحقة، إن شاء الله تكون ثلاثة نقاط مستحقة للنادي الأهلي في مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا العام. مستر ريني فايلر أيضا وأحاديثه الجانبية مع أفراد الجهاز الفني مستر توماس ديفيد مستر مايكل يانكو مدرب حراس المرمى. طبعا زي ما حضرتك عارف يا أمير إن المستر ريني فايلر كان أعلن القائمة اللي سافرت معاه لهذا اللقاء وضمت محمد الشناوي شريف اكرامي وعلي لطفي لحراسه المرمى، رامي ربيعه ومحمود متولي وياسر ابراهيم محمد هاني احمد فتحي علي معلول لخط الدفاع، خط الوسط اليو ديانج وعمرو السليه احمد الشيخ جيرالدو داكوستا وليد سليمان محمد مجدي قفشه، والثلاثي الهجومي مروان محسن وليد ازارو حمود عبد المنعم كهربا. ان شاء الله يا امير فريق النادي الاهلي بيتوجه في هذه الاثناء لاداء المران في اول ايام هذا قامت بعثه النادي الاهلي. المران ان شاء الله هيكون على ملعب الاستاد الوطني لزيمبابوي بالعاصمه هراري. حاله من الاستعداد حاله من الجديه موجوده عند لاعبي النادي الاهلي، كل التصميم كل التركيز من لاعبي النادي الاهلي من اجل احراز ثلاث نقاط. ان شاء الله يا امير هنتابعك بكل الكواليس كل تفاصيل اقامه بعثه النادي الاهلي في هذا اللقاء، ومشيئه الله بالتوفيق للنادي الاهلي. تفضل يا امير اليك الكلمه مره اخرى. بشكرك فاروق شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في زيمبابوي، واول سفريات بالنسبه لفاروق صلاح ان شاء الله يكون موفق فيها وينقل لنا كل الاخبار ولكل جماهير النادي الاهلي طبعا الجديد اللي بيخص الفريق هناك، وان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا كده ايه بالسلامه معهم ثلاث نقط عشان نبقى ماشيين كويس ان شاء الله باذن الله في البطوله. طيب احنا كده ايه لمينا كل الاخبار تتعلق بالفريق، هنفضل طبعا متابعين مع حضراتكم ولو في اي كواليس اكيد هنزعها لحضراتكم اول باول من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. في موضوع مهم جدا خاص بعضويه النادي الاهلي والراغبين في الحصول على هذه العضويه. امبارح اتكلمنا فيما يتعلق بعضويه الافراد، النهارده هنتكلم بالتحديد في العضويات المجمعه اللي حابب يتقدم ويبقى موجود في
عضوية النادي الأهلي وانضم لأسرة النادي الأهلي، العضوات المجمعة اللي هي بتبقى إيه؟ اللي بتبقى من خلال شركات ومؤسسات وكلام من ده، تمام؟ وهيئات وكده. بيبقى الموضوع إزاي؟ بيبقى هم عدد كبير من الشخصيات من اللي بيكونوا موجودين في المؤسسات دي أو الهيئات دي أو الشركات دي أو البنوك وكلام من ده. فبالتالي بيبقى ليه مميزات خاصة أكتر. ليه؟ لأن طبيعي أنت لما يجي لك عدد كبير يشترك في النادي فطبعا هيجي لك فلوس كتير، فهتعمل يعني تسهيلات بطريقة معينة. دي حية الآن من تحرك الفريق لملعب التدريب وأول مران. خليني أقول لحضراتكم كمان بالمرة كده إن ملعب التدريب عندك إيه؟ ملعبين أو ملعب واحد اللي هتمرن عليه تمرين النهاردة وبكرة، والملعب الرئيسي اللي هستضيفه المباراة هيبقى يوم الجمعة، ده طبقا للوائح الكاف. تمام، نرجع بقى لموضوع ايه؟ العضويات المجمعه. التسهيلات قلنا تسهيلات عضويات الافراد امبارح، النهارده هنقول التسهيلات الخاصه بالعضويات المجمعه اللي بتبقى ازاي؟ هتبقى من خلال ايه؟ اول حاجه احنا عارفين ان زياده العضويه في النادي الاهلي بدايه من 1 ابريل العضويه هتبقى ب 750 الف جنيه بدل 500 الف جنيه، وقلنا خلاص موضوع الافراد امبارح. النهارده بقى انا عايز اقول لحضراتكم العضويات المجمعه بالنسبه لهم التسهيلات هتبقى عباره عن ايه؟ في مميزات اكتر لان العدد بيبقى اكتر واكبر، فلما يجي لك عدد اكبر فهتعمل تسهيلات مميزه بشكل افضل يعني بالنسبه للراغبين في الحصول على هذه العضويه. من خلال اول حاجه، انت معروف ان مثلا القسط بيبقى على 4 سنين، يعني انت هتدفع 50% للعضويات المنفرده، عضويات الافراد تدفع 50%، لا العضويات المجمعه تدفع 40% المفروض بيبقى المقدم. كمان المقدم بدل ما هيبقى 40%، ده انا بتكلم 40% ده كان قبل كده، بدل ما هيبقى 40% هيبقى 25% بالنسبه للعضويه المجمعه او العضويات المجمعه. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، الفايده هتبقى بدل ما هي 10% هتبقى 8%. اوكي، ادي حاجه. تالت حاجه فيما يتعلق بعضويه العضويات المجمعة، قلنا مقدم العضوية 25% بدل 40%، الفائدة السنوية هتكون على الأقساط 8% بدل 10%، تمام، وتقسيط المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم التعاقد على 5 سنوات كاملة بدل من 4 سنوات. يعني المفروض الناس اللي هم عضويات الأفراد بيبقى 4 سنوات بيقسطوا على 4 سنوات، بالنسبة لعضويات المجمعة هيبقى التقسيط على 5 سنوات بعد دفع المقدم اللي هيكون كامل، اللي هيكون 25% من القيمة الإجمالية، القيمة الإجمالية اللي هي هتبقى إيه؟ 500 ألف جنيه بالنسبة للفروع كلها، اللي أنت هتشترك الفروع كلها قبل يوم 1 إبريل، بعد يوم 1 إبريل هتبقى 750 ألف جنيه، وإحنا قلنا لحضراتكم كل الأسعار إمبارح بتفاصيل كتيرة جدا، فده أمر أيضا غاية في الأهمية. في جزئية مهمة كمان أنا عايز أقولها لحضراتكم بالنسبة للناس اللي اشتركوا في عضوية فرع الشيخ زايد والتجمع الخامس وخلاص ماشيين دلوقتي في القسط ودفعوا المقدم من فترة، لو هم حابين، ودي ميزة أخرى، لو هم حابين إن هم تبقى العضوية بالنسبة لهم عضوية شاملة هيتحاسبوا على اللي كان قبل كده، مش 500 ألف جنيه، لا قبل كده أيا كان بقى المبلغ كان قد إيه، أنت اشتركت كانت العضوية ساعتها الشاملة كانت قد إيه؟ 300 ألف جنيه، 400 ألف جنيه، 250 ألف جنيه، أنت هتتحاسب لو أنت عايز دلوقتي تبقى العضوية شاملة بعد ما كنت اشتركت في فرع الشيخ زايد او فرع التجمع الخامس، تقدر ان انت تخليها عضويه شامله على مجمل المبلغ القديم اللي هو قبل 500 الف جنيه وقبل كمان ما يبقى 750 الف جنيه في 1/4. فدي بصراحه كلها تسهيلات مهمه جدا للعضويات، سواء عضويات الافراد اللي احنا قلناها امبارح والعضويات المجمعه اللي احنا بنقولها لحضراتكم النهارده، وفرصه رائعه وسانحه بالنسبه لكل من يرغب في الانضمام لاسره النادي الاهلي. ده امر مهم حبينا نتكلم فيه ايضا مع حضراتكم ونوضحه، لان في الحقيقه الامور دي بتهم اعضاء النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي. خليني اقول لحضراتكم ان زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه دي صوره حيه ومباشر دلوقتي من تحرك الفريق للمران الاول في زيمبابوي. مران هيكون استشفائي، هيركز فيه مستر فايلر، وبالمناسبه خلاص مستر فايلر حط البرنامج الخاص بالتدريب او بالتدريبات على مدار الثلاث ايام دول، النهارده وبكره وبعده قبل المباراه يوم السبت. من ضمن البرامج ان النهارده تدريبات استشفائيه لتجنب الاجهاد من رحله السفر، بصراحه رحله شقه قوي زي ما قال لنا فاروق كده، 2 ترانزيت يعتبر مش واحد بس، يعني انت رحت اثيوبيا وبعد كده من هراري رحت المدينه الثانيه اللي هتستضيف المباراه، فهي رحله في الحقيقه شقه جدا. فاحنا طبعا متابعين مع حضراتكم اول باول بخصوص رحله الفريق، واتكلمنا كمان في موضوع العضويات عشان نوضحه لكل من يرغب في الانضمام لعضويه النادي الاهلي، ده امر غايه في الاهميه. امبارح بقى تعالى لي امبارح كده،
فيما يتعلق بحفلة أو حفل توزيع جوائز الأفضل داخل القارة الأفريقية والتنظيم وكل هذه الأمور والكلام واللغط ومحمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم وتكريمه والكلام من ده، أنا يهمني ثلاث حاجات، يهمني ثلاث حاجات، وعايز برضو أقول حاجة في الأول كده لأن ده أمر بيبقى مهم والناس تبقى عارفاه. إحنا طبعا قناة النادي الأهلي ومختصين بأخبار النادي الأهلي، ده أمر حتمي وأمر معروف وأهم شيء بالنسبة لنا بصراحة، لكن إحنا مش منعزلين إطلاقا عما يحدث في مصر وفي الرياضة المحلية بالتحديد يعني، فلازم نتابع مع حضراتكم ونتناقش مع حضراتكم بالتحديد، خصوصا ان احنا شباب واحنا ناس من الجمهور، من جمهور المصري لكرة القدم، فبنتناقش مع حضراتكم في بعض الآراء المهمة جدا. فبالتالي انا يهمني ثلاث حاجات، اول حاجة شكل الحفلة، ده اهم حاجة بالنسبة لي بصراحة، انا بحب مصر قوي جدا جدا يعني، فانا انبسطت وانا بتفرج على الحفله، كنت حريص طبعا جدا ان انا اتابع حاجه في بلدي وعايز اشوف الشكل عامل ازاي وهنقدر نوصل صوره للعالم بشكل ازاي. رقم واحد الحفله ممتازه، الشكل اللي بيظهر للعالم كشكل ممتاز. ممكن يكون ليك تعليق مثلا على ايه التنظيم، ما عنديش مشكله، علق على التنظيم ما فيش مشكله، رغم ان انا شايف التنظيم معقول لان ده حدث كبير، والتنظيم سواء ده او اللي فات في بطوله الامم الافريقيه للشباب او بطوله الامم الافريقيه للكبار كان ممتاز وبيدل على ان مصر قادره ان هي تعمل اي حاجه، ولاد مصر قادرين ان هم يعملوا اي حاجه، انا شايف الموضوع كويس. ممكن الممر كان طويل شويه فكان فيه زحمه شويه، الحاجات البسيطه دي ممكن نقدر نتجنبها بعد كده عادي، وبيحصل في اي امور تنظيميه في اي دوله في الدنيا، لكن كشكل ده اللي يهمني ممتاز، مبسوط قوي، مبسوط قوي بصراحه، وعارف ان ناس كتير جدا من المصريين مبسوطين قوي بالشكل بتاع امبارح. طبعا ماني هو اللي فاز بجائزه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه لاول مره في تاريخه بعد ما كان صلاح اللي فاز بيها المرتين اللي قبل كده. هتقولي اصل كمان، طب انت بتتكلم عن الحفله كانت حلوه ومش حلوه، اصل المترجم كان وحش. لا، المترجم ده ملوش علاقه بالحفله، المترجم ده بتاع قناه من القنوات اللي ذاعت الحفله، ده مشكلة عندهم هم مش عند المنظمين للحفلة أو مش عند الشكل اللي احنا شايفينه. انت اتفرجت على قناة ممكن المترجم من زباك انت ما فهمتش أو حصل مشاكل من زباك، بس دي حاجة ودي حاجة، المترجم خاص بقناة لوحدها مش بينقل للعالم كله، حتى للعالم العربي كله، في الدول العربية تتفرج على القناة وكلام من ده، لكن حاجة ما تعبش الحفلة نفسها، ما تعبش الشكل، فالأفكار حتى اللي كانت في الحفلة، العروض، الكلام من ده، فكرة إن صامويل إيتو يبقى ماسك جايزة أفضل لاعب في أفريقيا وجاي بيها من البحر كده في مركب، دي أفكار ممتازة وحاجة كويسة، فده الأمر الأولاني واللي يهمنا واللي يهمنا كلنا كمصريين إن الحفلة كان شكلها حلو. الأمر الثاني غياب محمد صلاح. وفي الحقيقة بحب دايما أتكلم مع حضراتكم بصراحة. أنا يعني من الناس اللي بيحبوا محمد صلاح جدا، ليه برضه؟ لأن هو واحد بيرفع علم بلدي في كل حتة في العالم. واحد الناس بتقول له يا ايجيبشن كينج. أنت الايجيبشن كينج، ملك مصر. فايجيبشن دي لوحدها لما بتتقال في العالم كله خلاص ده أنا كده حققت الغرض بتاعي. فمحمد صلاح أنا متفق جدا جدا إن هو غلط. وما جاش الحفلة. ليه؟ أيا كانت الخلافات ما بين محمد صلاح وما بين مثلا الاتحاد السابق، ركز معايا الاتحاد السابق، فانت يا محمد انت المفروض جاي عشان بلدك، جاي عشان تطلع تتكلم قدام الناس لما يجي مثلا محمد صلاح صاحب المركز الثاني كافضل لاعب في افريقيا، تطلع تقول كلمتين يا جماعه هي دي بلدي اللي بتنظم الحفله، هي دي بلدي اللي فيها المناظر الجميله دي، هي دي الغردقه، هي دي سهل حشيش، منطقه سهل حشيش. فانا كنت نفسي في كده محمد صلاح كلاعب، انا بحبه وببقى يعني مرتبط بيه جدا لانه واحد بيفرحنا دايما، واحد بيخلينا نفخر ان احنا عندنا لعيب بالحجم ده. كان زمان كده الواحد وهو بيتفرج على ايتو ودروكبا يا جماعه احنا مش هيجي لنا يوم من الايام كده لعيب يقدر يلعب في الانديه الكبيره دي، لعيب يلعب في تشامبيونز ليج ياخد تشامبيونز ليج، لعيب ياخد الدوري الانجليزي، لعيب ياخد هداف، امتى؟ كان عندنا ميدو، وكنت بشجع ميدو بصراحه في التوقيت ده، بخلاف بقى سيبك من اهلي وزمالك، انا بشجعه كواحد بيرفع على مصر بره، بس ميدو كانت تصرفاته هي اللي غلط في اداره اموره الكرويه، ونقلته كتير مش عارف ايه اثرت عليه، لكن كان لعيب كبير بره. لكن دلوقتي انا لقيت اخيرا اللعيب ده اللي هو محمد صلاح اللي هو بيفرحني كواحد من جمهور الكره المصريه، واحد من المصريين اللي بيحبوا ما يتفرجوا او يشوفوا علم مصر في استادات اوروبا، وده اللي بيحصل. لكن حبي ليه مش هيخليني ان انا ما الوموش على غلطه ان هو ما جاش الحفله امبارح. لانه واضح جدا، واضح جدا من الستوري اللي نزلها محمد صلاح، يا ريت يا جماعه لو نعرضها، وكاتب فيها جائزه افضل اتحاد في افريقيا راحت ليه ونقط، وحاطط صوره مكه بنت ربنا يخليها له ويحميها يا رب. واضح ان هو متاثر جدا، هي الصوره زي ما حضراتكم شايفينها، اكيد حضراتكم تابعتوها امبارح بالليل، كل الناس يعني تابعتها. فبالتالي
واضح ان هو ايه لسه واخد على خاطره من الاتحاد المصري لكره القدم. ايا كانت اسباب ايه، مش عايز ادخل في نيه محمد صلاح، بس انا كنت شايف ان الافضل زي ما كتير جدا من المصريين شايفين ان الافضل ان محمد صلاح يجي ويكون موجود. سيبك بقى من الاراء اللي بتقول لك اصل محمد صلاح لو كان جه، اراء كلها محترمه، وواحد من النقاد الرياضيين والمحللين والكتاب الكبار يعني قال كده، قال لك اصل محمد صلاح ما رضيش ان هو يجي عشان ما ياخدش الاضواء كلها. لا ده كلام معلش مش منطقي، يعني احنا ما ينفعش نضحك على الناس، انا ما بعرفش اضحك على الناس، كلام مش منطقي. هتقول لي اصل صلاح مش هيجي او ما رضيش يجي عشان لو هو جه هياخد كل الاضواء من الناس، لا 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 ده كلام ما يدخلش العقل، ما يدخلش المخ يعني، تمام. لكن هو ما جاش طبعا، هو قال كونجراتوليشنز برو وبتاع وكلام من ده، يعني شكرا اخي او مبروك اخي، مبروك لاخي ساديو ماني. فبالتالي دي لفته، هو خلاص قفل موضوع ساديو ماني ان هو ما فيش اي نفسنا مثلا او اي كلام من ده، لكن كان في نفس الوقت لازم يكون موجود. موضوع ملوش اي علاقه خالص بان هو اصل هو مش جاي عشان ما يخطفش الاضواء، لا طبعا تواجده كان مهم جدا ان هو يبقى موجود. ده فيما يتعلق بمحمد صلاح، ده مش هيقلل ومش هيخلينا ان احنا ما نشجعش محمد صلاح، مش هيخلينا ان احنا ما نتفرجش على محمد صلاح، مش هيخلينا ان احنا ما نسقفش لمحمد صلاح لما يعمل انجاز باسمه وباسم بلده ومصر. ده امر مهم جدا، لان البعض يقول لك ايه بياخد مواقف ويفضل واخدها وخلاص، ما بيعرفش الكواليس ايه، ما بيعرفش ايه اللي بيحصل، تمام. في كل الاحوال هنفضل ورا محمد صلاح، هنفضل نشجع محمد صلاح. هو بني ادم، بني ادم زي اي حد، ممكن يغلط، ممكن ما يكونش موفق زي حضرتك، ممكن تكون في الشغل بتاعك مش موفق انك تاخد قرار معين، وفي بعض القرارات الاخرى تبقى موفق جدا، ده وارد. ليه؟ لانك بني ادم. محمد صلاح ايضا بني ادم مصري وكلنا بنحبه وكلنا بنحترمه وبنقدره بشكل كبير جدا. ده فيما يتعلق بمحمد صلاح. فبالتالي عايز اتكلم على جزئيه ايه، اخر جزئيه والنقطه الثالثه بالنسبه لي، موضوع تكريم الاتحاد المصري لكره القدم. موضوع تكريم الاتحاد المصري لكره القدم كافضل اتحاد في افريقيا. انا بصراحه ما اعرفش هي الجائزه دي بتبقى موجوده كل سنه ولا لا، يا ريت يا جماعه تقولوا لي لو الجائزه دي بتبقى موجوده كل سنه ولا لا. لكن النقطه الثانيه، الفيديو اللي قدموا بيه جائزه افضل اتحاد في افريقيا، الفيديو ده شمل ايه؟ شمل تنظيم الاتحاد لبطوله الامم الافريقيه اللي الكبار 2019، وشمل ايضا تنظيم الاتحاد المصري باشخاص مختلفين بطوله الامم الافريقيه للشباب، تمام. فالسؤال هنا بالنسبه لي، السؤال هنا بالنسبه لي، ليه المهندس هاني ابو رضه هو اللي طلع خد الجايزه؟ يعني انا نفسي نراعي شعور المصريين شويه يا جماعه. الاتحاد اللي فات ده هم ممكن يكونوا عملوا مجهود في التنظيم، لكن مجهود في الاخر يحسب لمين؟ يحسب لمصر. انت مصر، مصر مش اتحاد السابق، ركز معايا، مصر هي اللي نظمت بطولة الأمم الأفريقية في فترة وجيزة جدا وصعبة جدا، 4-5 شهور نظمت بطولة ب 24 منتخب أول مرة في تاريخ القارة، والشكل التنظيمي ما فيش أحسن من كده بإشادة الجميع في جميع أنحاء العالم، تمام. لكن الموضوع مش مقتصر على الاتحاد. أنا كنت أفضل إن الجائزة دي تقدم لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كممثل عن الدولة، ويكرم والدولة تكرم من خلاله بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية وتنظيم الأحداث الأفريقية المختلفة، لأن مش المهندس هاني أبو ريدة والاتحاد بتاعه هم اللي نظموا بطولة الأمم الأفريقية للشباب. دي جزئية مهمة قوي لازم نفصل ما بين دي ودي. طيب المهندس هاني أبو ريدة واتحاده، شكرا، برافو عليكم، عملتوا البطولة كويس، بس أنتوا لوحدكم مش هتعرفوا تعملوا حاجة لولا موافقة الدولة، وفي بند مهم جدا أو موافقة مهمة جدا لازم تبقى في ملف التقديم لتنظيم أي بطولة، هو الملف الأمني، الموافقة الأمنية، موافقة الدولة وكلام من ده. لولا موافقة الدولة والناس في الدولة هم اللي عايزين كده، ما كانش الاتحاد هيقدر يعمل حاجة، تمام. فالجائزة دي المفروض تبقى للدولة، تبقى للدكتور أشرف صبحي ممثل على الدولة هو اللي ياخدها. ده وجه اعتراضي عليها. وجه اعتراضي أيضا عليها إن الاتحاد الحالي الأستاذ عمرو الجنايني برئاسة اللجنة الخماسية، تمام، هم اللي نظموا بطولة الأمم الأفريقية للشباب، وأنتوا حاطينها في الماتيريال اللي اتعرض بخصوص تنظيم مصر للأحداث الأفريقية في 2019، تنظيم مصر. فبالتالي كان من الأولى ان يطلع رئيس الاتحاد الحالي اللي موجود دلوقتي هو اللي ياخد الجايزه، مش رئيس الاتحاد السابق. انا حاسس ان بسبب العلاقات مثلا القويه ما بين المهندس هاني أبو ريدة، وهو قيمه بالنسبه كبيره، احنا ما قلتش منه على فكره خالص، هو راجل مصري علاقاته ممتازه، وراجل قوي في الاتحادات المختلفه، الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، كلام من ده، تمام. لكن في نفس الوقت الصح من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر عدد كبير جدا من جمهور الكره المصريه ان كان الرئيس الاتحاد الحالي هو اللي يطلع ياخد الجائزه، او كان المفروض والله والاحسن بكتير جدا عشان منع للغط ده ان الوزير هو اللي ياخد الجائزه دي، يستلمها وما فيهاش اي مشكله، نيابه عن الحكومه المصريه، عن الدوله المصريه اللي قدرت ان هي تنجح وتنقذ الاتحاد الافريقي من مشاكل كبيره جدا، لان مصر خدت البطوله بعد فشل الكاميرون في تنظيمها، فده امر ايضا غايه
في الاهميه. دي الجزئيه اللي انا كنت حابب ايضا اتكلم فيها مع حضراتكم، وانا عارف ان عدد كبير جدا من جمهور الكره المصريه يعني الموضوع ده بالنسبه له مضايقه شويه. في كل الاحوال، في كل الاحوال اي جائزه بتحسب لمصر في الاخر، سواء خدها بقى هاني ابو ريده، خدها عمرو الجنايني، خدها الكلام من ده، المفروض ان هي بتحسب لمصر في الاخر. لكن احنا عارفين فشل الاتحاد، وده امر مهم جدا، فشل الاتحاد السابق في نجاح المنتخب، وكان الفشل ده، ركز بقى معايا في الجزئيه دي، الفشل ده بخلاف ان هو جانب التنظيم اوكي ممكن نعتبر الاتحاد نجح فيه، نعتبره الاتحاد السابق، لكن جانب الفني، جانب المنتخب كان فيه فشل ذريع. احنا خرجنا من دور ال16 بسبب ايه؟ بسبب اداره الاتحاد المصري لكره القدم السابق برئاسه المهندس هاني ابو ريده، في اداره شؤون الكره المصريه، اداره الدوري، تاجيلات العديده للدوري، ارضاء بعض الاشخاص، فبالتالي بعد ارضاء بعض الاشخاص كان في تاجيلات كثيره جدا في الدوري، اثر على ايه؟ اثر على مستوى المنتخب في بطوله الامم الافريقيه. فانا شايف ان الاتحاد اللي فات ده يعني لو نجح فنجح بجزء بنسبه مئويه قليله جدا، مش بنسبه مئويه كامله. في كل الاحوال احنا نتمنى ان دايما مصر تكون كويسه، نتمنى ان مصر تقدر تنظم احداث بنفس المستوى وباحسن كمان اللي احنا شفناه امبارح وعلى مدار الفترات السابقه. نتمنى للكره المصريه والمنتخبات الوطنيه كلها كل النجاح والتوفيق خلال المرحله القادمه، وده امر كان غايه في الاهميه كان لازم نتكلم فيه مع حضراتكم مع بدايه حلقه اليوم. حلقه في الحقيقه دسمه جدا وكلام كتير جدا، عندنا كمان اخبار كتيره قوي اتكلمت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، نروح نشوفها. يلا بينا. روزل يوسف، افريقيا شعار الكبار، الاهلي في زيمبابوي. الاخبار المسائي كله تمام، الاهلي يصل زيمبابوي وفايلر يحدد برنامج التدريب. الاهرام، الاهلي يخوض مرانو الاول في زيمبابوي استعدادا لمواجهه بلاتينيوم بدوري الابطال الافريقي. فايلر يطلب من لاعبيه فضل الاشتباك وقتل المباراه مبكرا، والمنافس ليس لديه ما يخسر. المسح، فايلر يستقر، كهربا اساسي امام بطل زيمبابوي. المدير الفني يطالب لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز. البعثه تصل بولاوايا اليوم في رحله تستغرق 11 ساعه. الاخبار، الاهلي يبحث عن بلدوزر بشروط فايلر، فراس وسوما ولاعب بالدوري الالماني على الرادار الاحمر بعد تعثر صفقه اليكي. الأهرام المسائي، الأهلي في مهمة صعبة، فايلر يتحفظ على مهاجمي التخطيط ويطالب بإعادة المحاولة مع لوزر. اليوم السابع، الأهلي يخاطب الصفاقسي لشراء الشواط وجولة أخيرة لضم إليكي. لجنة التخطيط تناقش عروض استعارة عمار وصلاح محسن، والفريق يطير لزيمبابوي لمواجهة بلاتينو. المصري اليوم، العنصرية الفرصة الأخيرة لانتقال إليكي للأهلي، اللاعب يشكو سوء المعاملة في سويسرا، لاعب الدوري الألماني يدخل الحسابات، والبعثة تطير لزيمبابوي. الوفد، القائمة الأفريقية تحسم مصير عمار في الأهلي، فشل صفقة إليكي وفرمان جروس يحدد مصير مفاوضات السومة، الشحات جاهز لمواجهة بلاتينيوم والأمطار صداع في رأس الجهاز الفني. الوطن، رحلة شاقة للأهلي إلى زيمبابوي وكهربا والشيخ مع البعثة بعد القيد والزفاف، ضم الشريف إكرامي للمسافرين، جيرالدو يقترب من الرحيل لصالح الصفقة المنتظرة، النادي يرفع العضوية ل 750 ألف جنيه أول إبريل، ومزايا كبيرة للراغبين قبل تفعيل الزيادة. والمواقع المصريه، صوره دي حصري، هم دلوقتي داخلين على ملعب التدريب اللي هيتمرن فيه النادي الاهلي اول مران ليه في زيمبابوي باذن الله، استعدادا لمواجهه فريق بلاتينيوم هناك في الجوله الرابعه من بطوله دوري ابطال افريقيا ودور المجموعات تحديدا، واللي ان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى فيها كل التوفيق لفريقنا الحبيب النادي الاهلي، واللي احنا بنطمح وبنحلم معاهم اننا ناخد بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا مش بس عايزين نتاهل طبعا لدور الثمانيه ولا لدور النصف النهائي، لا احنا ولا النهائي، احنا عايزين ناخد البطوله، ان شاء الله هناخد البطوله باذن الله، عندنا مقاومات، عندنا كل الامكانيات اللي تساعدنا ان احنا ناخد البطوله. لاعبين موجودين في القائمه ممتازين ممتازين، عندك كمان ايه لعيب كمان هيضاف ليهم خلال الفتره اللي جايه، تمام، بالاضافه لجهاز فني محترم وعارف ازاي بيتعامل مع كل الامور والظروف والعقبات اللي ممكن تواجهه. اذا حقنا السنه دي وبشكل اكبر عن السنوات اللي فاتت ان احنا نحلم بالتتويج
بهذا اللقب الغالي والغائب عن النادي الاهلي منذ فتره طويله، تقريبا 5 6 مواسم يعني، اخر مره 2013. فالموضوع صعب بالنسبه لنا شويه، بالنسبه للاهلاويه الموضوع صعب شويه. فان شاء الله باذن الله السنه دي ناخد اللقب ده ونفرح كلنا، لان الفرحه هتكون المره دي جامده قوي، لان البطوله بقالها كتير غايبه، وعشان احنا جاهزين بشكل كبير ومتحمسين جدا. طيب نبتدي بالاخبار المسائي. في الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي، الاخبار المسائي قالت ايه؟ قالت ان كله تمام، الاهلي يصل زيمبابوي وفايلر يحدد برنامج التدريب. واحنا زي ما قلنا حضراتكم تابعين مع حركه اول باول كده، التدريب اهو الناس زي ما حضراتكم شفتوا نازلين الملعب دلوقتي عشان يتمرنوا التدريب الاول، والامور ماشيه بالشكل الطبيعي والجيد، وفعلا كله تمام زي ما الاخبار المسائيه قالت. اروح للاهرام وبيتكلموا ايضا عن هذه المباراه، وبيقول لك ايه؟ ان الاهلي يخوض مرانه الاول في زيمبابوي، وده اللي اتكلمنا فيه النهارده، وفايلر يطالب من لاعبيه فض الاشتباك وقتل المباراه مبكرا. دي جزئيه مهمه قوي، موضوع قتل المباراه مبكرا. يا جماعه احنا بنلعب بره ارضنا، احنا مش عايزين نصور للبعض ان المباراه سهله، لا طبعا المباراه مش سهله خالص، المباراه صعبه جدا جدا. فبالتالي انت مهم بالنسبه لك تكسب 1-0 يا سيدي، لو تعادلت مش هتبقى مشكله، مش هتبقى كارثه يعني. ما ولو وبرده لو لا قدر الله، لا قدر الله خسرت، الفرص قائمه، مش عايزين نهبط نفسنا اطلاقا اطلاقا، لان مشوار طويل ومشوار على مراحل، فهنقعد نقيم الامور واحده واحده، ده مش هينفع. مهم قوي بالنسبه لك ان انت تكسب عشان فعلا تفض الشباك بسبب تساوي عدد النقاط بالنسبه للثلاث فرق اهلي هلال والنجم. لكن موضوع مبكر ومش مبكر ده مش شرط، المهم يجي الجول. والمنافس ليس لديه ما يخسره، ده حقيقي، المنافس هيبقى عايز يكسب لان هو عنده الامل الاخير بالنسبه له من خلال مواجهه الاهلي ان هو يتاهل للادوار المقبله. عايز اروح للمسا، والمسا بتتكلم عن ايه؟ على ان فايلر استقر على ان كهربا اساسي امام بطل زيمبابوي. احنا لسه مش عارفين يعني، ممكن يكون الاقرب ان كهربا يلعب اساسي. والله بيني وبينكم كهربا لعب اساسي، لعب احتياطي، ما لعبش خالص، انا يهمني الاهلي. طبعا لعيب كبير جدا ولعيب مميز واضافه قويه للنادي الاهلي، كان يهمني اي لعيب يلعب يكون في مستواه ويكون موفق، وباذن الله يجيب لنا 3 نقاط. موضوع اساسي واحتياطي ده هنعرفه يوم الماتش يعني، ما بنقدرش نتكلم كمان بالتحديد مع مستر ريني فايلر. المدير الفني يطالب لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز، ده امر مفروغ منه، والبعثه وصلت وكلامكم الامور كلها ماشيه بشكل جيد. ده فيما يتعلق بجريده المسا. هروح للاخبار، الريتم بتاعنا سريع شويه لان عندنا كلام كتير جدا كان على مدار الحلقه ولسه مستمرين، وعندنا فقره الديف كمان هتبقى مهمه جدا. الاخبار قالت ايه؟ قالت ان الاهلي يبحث عن بلدوزر بشروط فايلر. قصدهم ايه؟ المهاجم يعني، مهاجم يكون قناص وبلدوزر والالقاب اللي حضراتكم بتسمعوها وعارفينها دي. بشروط فايلر ده طبيعي، ما فيش حاجه جديده في القصه دي، طبيعي فايلر هو بيحدد شروط المهاجم، بينسق مع لجنه التخطيط اللي في الحقيقه ليها دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي، والدور واضح من خلال مسيره النادي الاهلي هذا الموسم، سواء كرئيس لجنه التخطيط السابق الدكتور طه اسماعيل او الرئيس الحالي الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط الحالي. التدريب اهو بيبتدي، اجتماع في الملعب، واحنا بنتابع حركة اول باول، اجتماع في الملعب في هذه اللحظات مع الفريق، وبدايه باذن الله بعد قليل للتدريبات بشكل طبيعي. انا عايز اشكر بصراحه كل زمايلنا اللي موجودين هناك في زيمبابوي، سواء فاروق صلاح، محمد دكروري، محمد عويضه، الثلاثه اكيد عاملين مجهود كبير جدا، وناتج هذا المجهود اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه وكله الارضاء جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبنعيشكم مع البعثه اول باول. تمام، نرجع بقى لموضوع البلدوزر اللي في جريده الاخبار. طبعا في شروط وفي كلام كتير جدا على الصفقه اللي جايه، هقول لحضراتكم بعض الملامح كده. لكن بيقول لك ايه؟ فراس والشواط، تعالى لي عماره تاني، فراس والشواط ولاعب الدوري الالماني على الرادار الاحمر بعد تعثر صفقه اليكي. طيب موضوع اليكي ايه؟ يعني استبعده شويه خلاص، موضوع اليكي بنسبه 99% اليكي مش صعب خلاص. ليه؟ السبب ليه؟ السبب ليه؟ لان حصل مش تأثير خالص من النادي الأهلي خالص، لكن في جزئية هي اللي حصلت، تغيير جهاز فني بمدير فني جديد. المدير الفني الجديد رأى إن إليكي ده لاعب جامد قوي مش هستغنى عنه. المدير الفني الجديد بالمناسبة خليني أقول اسم حضرتك، أنا تواصلنا مع ناس يعني مقربين لنا في سويسرا وقالوا لنا التفاصيل دي في الحقيقة يعني. قال لك إن المدير الفني فابيو كليستيني، مدير فني سويسري، هو عنده 44 سنه، هو اللي تمسك باللاعب وشاف ان اللاعب امكانياته كبيره جدا ومش عايز يسيبه يمشي. فلو المفاوضات فشلت بشكل نهائي، انا بقول لحضراتكم بنسبه 99% الموضوع ما خلاص، اليكي ده استبعدوه شويه. لكن في نفس الاحوال وارد ان في يوم من الايام تلاقي الصفقه خلصت. متغيرات بتحصل كل يوم، وكله بيبقى بناء على ايه؟ على طلبات المدير الفني اللي بيحاول بقدر المستطاع المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يلبوا كل طلباته، لان هو ادرى واحد بالفرقه وبظروفها. فراس شواط طبعا لعيب مميز جدا في الصفاقسي، عمر السومه في اهلي جده، اسماء كثيره هتلاقيها مطروحه ممكن على طاوله لجنه التخطيط. القرارات النهائيه دايما بتكون بناء على مستويات اللاعبين في خلال الفتره الاخيره. ممكن لعيب يكون سمعته ممتازه، عنده ارقام رائعه،
لكن الفتره الاخيره مستواه مش ممتاز قوي ومش هيضيف لي. لا ممكن ما نجيبوش في الاخر، اجيب واحد هيضيف لي اكتر حتى لو سمعته الفنيه اقل منه نسبيا، لكن انا شايف فيه المشروع بتاعي واللي انا هقدر احاول من خلال هذا المشروع. طيب الاهرام المسائي والكلام برضو على موضوع الليكي وعلى امور كتير جدا. الاهلي في مهمه صعبه، ده فيما يتعلق بالمباراه طبعا هي مهمه صعبه. فايلر يتحفظ على مهاجم التخطيط، ما فيش يا جماعه اي تحفظ ولا حاجه، الموضوع ببساطه المصطلحات دي بس بتبين لك ان ممكن يكون في مشكله ما. لا ما فيش اي مشكله، الموضوع ببساطه ان التنسيق ماشي بشكل جيد، هو تنسيق بس. اراء ممكن تبقى مختلفه، ده طبيعي جدا جدا. انا انت تقول لي انا عايز المهاجم ده كويس، انا اقول لك طب ما في واحد احسن منه، ايه رايك؟ طب ما تعالى بس شوفه. طب خلاص لا انت مستقر على ده اللي انت عايزه، احنا ما عندناش مشكله فيك، احنا دورنا كلجنه تخطيط ان احنا نعرض عليك ونساعدك. هي مساعده، وفي الاخر القرار بيبقى للمدير الفني، ده امر معروف يعني. يطالب باعاده المحاوله مع لوزر، الموضوع صعب شويه بسبب تمسك الجهاز الفني باللاعب. نروح لليوم السابع، الاهلي يخاطب الصفاقسي لشراء الشواط وجوله اخيره لضم الليكي. الخطاب رسمي من الاهلي راح للصفاقسي، ده مش حقيقي لحد دلوقتي، مفيش اي حاجه رسميه. الرسمي بيعلن عنه النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي سواء من خلال موقع رسمي النادي او القناه الرسميه للنادي. جوله موضوع الليكي خلاص، لجنه التخطيط تناقش عروض استعاره عمار وصلاح، الاثنين عندهم عروض اعاره، لكن عمار اقرب للبقاء. صلاح الموضوع مترتب على ممكن مهاجم جديد يجي او لاعب مثلا لو في مركز اخر فصلاح يكمل، كلها امور خاصه بالجهاز الفني، هو الادرى هيعمل ايه. هم بقى شايفين، احنا هنتابع وهنعرف ونقول حركه او باول اي جديد ورسمي عن النادي الاهلي. الفريق يطير لزيمبابوي، ده اتكلمنا فيه خلاص. نروح للوفد، الوفد بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان الافريقيه تحسم مصير عمار في الاهلي، تمام. برضو ده امر برضو من ضمن الامور الهامه. احنا عندنا مكانين متبقيين في القائمه الافريقيه بعد قيد كهربا بشكل رسمي وقبليه سعد سمير قبل الاصابه، فبالتالي ناقص لك مكانين، منهم صفقه ومنهم واحد من ثلاثه مثلا، خلينا نقول ثلاثه، محمد عبد المنعم المدافع، كريم نيدفيد لاعب خط الوسط لو جاهز، وممكن مثلا ايه لاعب اخر يكون في حسابات الجهاز الفني، هنشوف يعني. ممكن يكون عمار، تمام. قال لك ايه؟ فشل صفقه اليكي، تمام. وفرمان جروسي حدد مصير مفاوضات السوما. جروسي طبعا المدير الفني السويسري، هو المدير الفني اللي النادي الاهلي جده دلوقتي، لكن كل دي اجتهادات ومفيش اي امر رسمي بخصوص اي لاعب من اللاعبين يا جماعه حتى الان، عشان لازم ناكد على حركه الجزئيه دي. الشحات جاهز لمواجهه بلاتينيوم؟ لا مش جاهز خلاص، هو تقريبا ده كان طبعه اولى، فبالتالي الشحات عشان يبقى جاهز بشكل اكبر فتم الاستقرار على بقائه هنا في القاهره. الامطار صداع في راس الجهاز الفني، في صداع ولا حاجه، واحنا قادرين مش عايزين نخلق نفسنا اعذار خالص، الاهلي ما بيخلقش لنفسه اعذار، قادرين ان احنا نتعامل مع كل الظروف ما عدا ظرف التحكيم، واحنا لازم نحذر الحكام في افريقيا للاسف، واتكلمنا في الملفات دي كتير جدا على مدار اسابيع ماضيه، هي اللي بتاثر على نتائج بعض الفرق. مش عايز اقول الاهلي بس، لا، امكانيات الحكام في افريقيا سيئه، ايا كان بقى نواياهم ايه مش عارف، انا مش دعوه، انا ما بحبش اظن سوء في حد، انا اللي احب اقوله ان المستوى ضعيف. نجملها شويه، نجملها المستوى ضعيف. نتمنى باذن الله الاتحاد الافريقي يسند المباراه دي، الحكم يكون جيد ومن حكام الصفه في افريقيا، لان ده امر هيكون مهم جدا عشان يبقى في تكافؤ الفرص. يا عم هات حكم جيد وخلي اللي يكسب في الملعب يكسب، من الجانب الفني ما عندناش مشكله خالص لو خسرنا فنيا، لو احنا وحشين نخسر، لكن حكم يخسرني لا، ده امر بيبقى للاسف محبط جدا. نروح لاخر خبر معانا، الوطن. والوطن بيتكلموا عليه، بيقولوا ان رحله شاقه للاهلي الى زيمبابوي خلاص اتكلمنا فيها، كهربا والشيخ مع البعثه بعد القيد والزفاف. كهربا تم قيده خلاص رسميا في القائمه الافريقيه، احمد الشيخ طبعا متبارك له، بنقول له الف مليون مبروك، فرحه كان اول امبارح، ومباشره الراجل سافر مع الفريق عشان عنده مهمه افريقيه غايه في الاهميه امام فريق بلاتينيوم، والاثنين خلاص جاهزين لهذه المباراه. ضم الشريف اكرامي للمسافرين رغم ان هو عنده اصابه السمانه وتعافى منها خلاص، ممكن ما يكونش جاهز بنسبه 100%، لكن تواجد شريف اكرامي بعقليه شريف بخبرات شريف مهمه قوي في المباريات اللي زي دي. جيرالدو يقترب من الرحيل لصالح الصفقه المنتظره، مش حقيقي لسه، مش عارفين مين اللي هيمشي من الاجانب لو جبت لعيب اجنبي، لسه المفاوضات شغاله، ممكن في الاخر ما تجيبش لعيب اجنبي، ممكن الله اعلم. فبالتالي يقعد جيرالدو، يقعد ازارو، يقعد الناس دي كلها يعني، وهم كلهم لاعبين جامدين جدا. ممكن جيرالدو الماتش اللي فات ما كانش موفق قوي، يتطور شويه ما فيش مشكله ويبقى احسن باذن الله. النادي يرفع العضويه 750,000 جنيه اول ابريل، ده شرحناه لحضراتكم بشكل كامل امبارح، ومزايا كبيره راغبين قبل التفعيل الزياده شرحنا لحضراتكم امبارح والنهارده فيما يتعلق ب انضمام لعضويه النادي الاهلي والامور هتبقى ماشيه ازاي، سواء لعضويه الافراد او العضويه المجمعه من خلال الهيئات والشركات والمؤسسات الكبيره. أخبار النادي الأهلي على موقع إن شاء الله.
مبتدا. تعديلات في تشكيل الاهلي امام بلاتينو. سوبر كوره، الخطيب يجتمع مع لجنه التخطيط لمناقشه ملف تجديد رباعي الاحمر. 1-3، الخطيب يرفض مخطط اجبار رباعي الاهلي على الاعتزال نهايه الموسم. الفجر الرياضي، الاهلي ينافس برشلونه على مهاجم الملعب. يلا كوره، تقارير، الصفاقسي يجدد مفاوضاته لضم جيرالدو. طيب ماشي، نكمل اخبار المواقع بعض التفاصيل اللي فيها. نبتدي بموقع مبتدا وبيقول ان في تعديلات على تشكيل النادي الاهلي في مباراه بلاتينو، وده امر طبيعي يعني، وارد جدا ان انت تشوف تعديلات يعني، ما فيهاش مشكله. لكن هم بس بيركزوا شويه على ايه؟ قال لك ان كهربا هيبقى اساسي، وعشان يتم الاستفاده من خبراته الافريقيه. طبعا كهربا عنده خبرات افريقيه عظيمه، الراجل جاب مع الزمالك، جاب لهم السنه اللي فاتت الكونفدراليه، كان احد الاسباب الرئيسيه في فوز النادي الزمالك بالبطوله دي. لو تفتكروا ماتش النجم الساحلي هو اللي كسب الزمالك البطوله. عنده خبرات افريقيه هيبقى مفيد طبعا للنادي الاهلي. ده بالنسبه لكهربا. تطرقوا كمان لايه؟ مروان واجايين، اللي في مفاضله مين اللي هيلعب كمهاجم صريح. اعتقد الاقرب هيكون اجايين بسبب عدم جاهزيه مروان، الا اذا كان مروان جاهز قبل المباراه ب 24 ساعه حسب الاختبار الطبي اللي هيكون للاعب يوم الجمعه باذن الله. نروح لسوبر كوره، الخطيب يجتمع مع لجنه التخطيط لمناقشه ملف تجديد رباعي الاحمر، وده امر طبيعي جدا ووارد جدا، ومش بس بخصوص الملف ده، لا بخصوص ملف العروض اللي جايه لبعض اللاعبين، اخر التطورات بخصوص اللاعب اللي هيجي النادي الاهلي لما نشوف هيبقى مين. الكلام ده كله ده دور طبيعي المشرف العام على الكره ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بالتنسيق والتشاور الدائم مع لجنه التخطيط للكره بعد ما تم التنسيق مع مستر ريني فايلر بالكامل. التطورات دايما بتتعرض اول باول كده. الاهلي، الناس المسؤولين في النادي الاهلي يا جماعه مش بيريحوا بصراحه، والله عظيم ما ببالغه. الناس همهم الاول والاخر والاخير ان هم يفرحوا جمهور النادي الاهلي من خلال الشغل. كلهم بيتعبوا، كلهم بيشتغلوا بشكل كبير جدا بصراحه، ومش بقول كده عشان في قناه الاهلي، لا دي حقيقه. بشوف يعني عارف الامور ماشيه ازاي، وناس كتير عارفه القصه دي. نروح ل 1-3، الخطيب يرفض مخطط اجبار رباعي الاهلي على الاعتزال نهايه الموسم. مين يا جماعه قال ان في اجبار ان رباعي يعتزل؟ انت عندك شريف اكرامي لعيب مهم قوي، عندك حسام عاشور لعيب مهم قوي، عندك احمد فتحي لعيب مهم قوي قوي، عندك وليد سليمان لعيب مهم قوي قوي قوي. مين هيبقى عايز يجبر الرباعي دول ان هو يعتزل يعني؟ اولا الاربعه مؤثرين يعني. عندك احمد فتحي مؤثر جدا وبيلعب، في مباريات بيلعبها اساسي ومباريات بيبقى على الدكه، مبارياتها بيبقى على الدكه. واضح ان ده امر في روتيشن مثلا وفكر من مستر فايلر، يعني يلعب فتحي مباريات معينه فتحي، وبعدين انت فتحي بتلعبه باك يمين، بتلعبه باك شمال، بتلعبه مساك، بتلعبه في نص الملعب. مين قال ان حد هيبقى عايز يجبر فتحي؟ نفس الحال بالنسبه لويد سليمان هداف الدوري النادي الاهلي السنه دي حتى الان، تمام؟ نفس الحال بالنسبه لشريف اكرامي. ايا كان انت ما تعرفش الظروف ايه، لا قدر الله اي حاجه تحصل، لا قدر الله، قدر الله محمد شامي متالق، عندك لعيب بخبرات شريف اكرامي، عندك كمان علي لطفي، حسام عاشور خبره كبيره جدا تحتاجه في بطوله زي دي، بطوله دوري ابطال افريقيا. فما حدش قال ان في اجبار ولا حاجه، الناس بتضخم الامور. الموضوع بس هيبقى التوقيت المناسب اللي هيتم فيه حسم الامور بشكل كامل طبقا لرؤيه الناس في النادي الاهلي، سواء لجنه التخطيط او المدير الفني. الفجر الرياضي، الاهلي ينافس برشلونه على مهاجم الملعب المالي. بيقول لك في مهاجم كونغولي اسمه جاي بينزا، لاعب الملعب التونسي، مش ملعب، انا قلت ملعب مالي ولا ايه؟ الملعب التونسي. وبيقول لك اللعيب ده جامد قوي يعني وكده، وان الاهلي مهتم بيه، وفي نفس الوقت برشلونه وإريك أبيدال المدير الرياضي مهتم بيه بشكل كبير. لكن طبيعي جدا كل دي بتبقى اجتهادات يا جماعه، خصوصا ان احنا في فتره انتقالات شتويه، فتره مفتوحه، فهتلاقي الكلام كتير جدا. الكلام ده هيخلص لما الاهلي يتعاقد بشكل رسمي مع لعيب جديد. يلا كوره، بتقول لك ان في تقارير بتقول ان صفاقسي يجدد مفاوضاته لضم جيرالدو. في اهتمام بجيرالدو، لكن لسه مفيش اي تطورات في هذه الامور يعني. أخبار العالمية والمحلية نشوفها بسرعة، يلا. الوطن سبورت، محمد الشناوي يقترب من المشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد. صدى البلد، مصر تطلب استضافة حفل ذا بيست من الفيفا والاتحاد الدولي يدرس الموقف. بقية أخبار اليوم، اتحاد الكرة يحصل على الضوء الأخضر لتقنية الفار. الجمهورية أونلاين، اتحاد الكرة يعلن الموعد النهائي لتطبيق تقنية الفار. اليوم السابع، الرياضة تستفسر من الجبلية عن وجود شركات مصرية لتطبيق تقنية الفار في الدوري.
دوت مصر اتحاد الكره 15 يناير بدء تدريب الحكام على تطبيق تقنيه الفار. يا مسهل يا رب. سوبر كوره مصر تعرض على الكاف استضافه حفل افضل لاعب لمده 3 مواسم. ضابط الشروق تامر غنام تنظيم حفل افضل بافريقيا وسام على صدور المصريين. موقع الكابتن الجنايني غياب صلاح حفل الافضل لن يقلل من قيمته طبعا. ضابط الاهرام صلاح يحل في المركز الثاني خلف ماني ومحرز الثالث بجائزه الافضل بالكره السمراء. بوابه فيتو بعد خساره الافضل في افريقيا محمد صلاح يحصد جائزه جديده. في البوابه سبورت محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بجائزه الافضل في افريقيا. بوابه المصري اليوم رئيس السنغال يوجه رساله لماني. واخيرا كوره معسكر اعداد لحكام تونس في الاسماعيليه. طيب عايز اعلق على خبر واحد سريعا قبل ما اطلع الفاصل بالتحديد فيما يتعلق بوابه اخبار اليوم والكلام النهارده على ايه. يعني اتحاد الكره يحصل على الضوء الاخضر لتقنيه الفيديو. قصدهم يعني ان الضوء الاخضر من وزاره الشباب والرياضه. احنا عارفين الفتره اللي فاتت كان الكلام على ايه، ان احنا مستنيين يا جماعه اتحاد الكره بيقولوا كده، احنا مستنيين يا جماعه موافقه وزاره الشباب والرياضه والجهات المعنيه. وقلنا لحضرتك ووضحنا بتفاصيل ان لحد دلوقتي ما فيش اي موافقه من وزاره الشباب والرياضه. بسبب ايه؟ بسبب ان الاتحاد المصري لكره القدم كان عايز يسند على وزاره الشباب والرياضه او على الانديه في تحمل تكلفه تقنيه الفار. وزاره الشباب والرياضه الانديه رفضوا طبعا، وزاره الشباب والرياضه كمان رفضت الجزئيه دي، قالت لهم يا جماعه احنا مش هنتحمل اي حاجه، انتوا عندكم الموارد الكافيه والرعاه اللي يقدروا ان هم يدفعوا فلوس هذه التقنيه. لحد دلوقتي برغم حتى الخبر ده مفيش اي خطاب رسمي خرج من وزاره الشباب والرياضه للاتحاد المصري لكره القدم يفيد بالموافقه على تطبيق تقنيه الفار. في موافقه شفهيه بس لكن شكل رسمي لسه، لكن اتحاد الكره اكيد خلاص بعد كلام وزاره الشباب والرياضه ان هي مش هتتحمل تكاليف اي شيء في تقنيه الفيديو، اذا اللي هيتحمل التكاليف هو الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه الحاليه. تفاصيل اكتر واخبار اكتر واكتر في الجزء الثاني من حلقه النهارده من كلام في الميديا بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي الكبير واستفاضه في كل هذه الاخبار. استنونا يلا. الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا. أستاذ رامي أهلا بيك. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ أهلا بيك. كويس ومبسوط دايما أن أنا بكون معاك. أنا أسعد بكل تأكيد، منورنا دايما. الله يخليك. عندنا ملفات كتير جدا كالعادة هنتكلم فيها، ناخدها ملف ملف. أهم ملف بالنسبة لنا طبعا المباراة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي أمام فريق بلاتينيوم يوم السبت اللي جاي. بتشوف مدى أهمية المباراة دي إزاي من وجهة نظرك؟ طبعا هي مباراة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي، يعني اللقب الأفريقي بقى طبعا غايب عن النادي الاهلي فتره كبيره جدا. وده يعني بدايه العلاقه ما بين جماهير النادي الاهلي وفايلر، ان بطوله الدوري المصري او بطوله الدوري الممتاز مش هي الكافيه بالنسبه للجماهير او اللي هي هتشبع رغبتها، لكن بطوله افريقيا هي الاهم بالنسبه لنا طبعا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي يعني عموما. مباراه مش سهله طبعا، سهل طبعا اكيد. اي مباراه في دوري ابطال افريقيا ما بقتش سهله النهارده. بنشوف نتائج البعض فيها، بس بيحاول يصورها على انها مباراه سهله يقول لك نهايه المباراه مبكره وان انت تخلص المباراه بدري والكلام ده مش منطقي. لا هو يعني كل يعني كل شيء موجود في كره القدم وكل شيء موجود في السيناريوهات والحسابات، ان طبعا الهدف ان يحصل نوع من انهاء المباراه من اولها، لكن مش هو ده اللي هيحصل يعني اكيد في المباراه. ده فريق بيلعب على ملعبه واجواء برضو النادي الاهلي مش متعود عليها، شايفين في امطار وفي طبعا جو مش الطبيعي يعني. فاكيد هيبقى فيها عناصر فيها صعوبه كبيره جدا. حتى برغم موقف الفرقتين، يعني مثلا فريق بلاتينيوم ولا نقطه، الاهلي 6 نقاط ومنافسه شرسه جدا مع الهلال والنجم. ما احنا بنشوف ان في مباريات في مجموعات تانية كان في مفاجات في الجوله فعلا. صح يعني مش مالهاش اي علاقه مش خالص يعني. خالص النادي الاهلي
طبيعي ان هو بيلعب كل مباراه باهميتها، كل مباراه على الثلاث نقاط. ده الهدف الرئيسي بتاع النادي الاهلي. الجديه دي اساس طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا في ظروف يعني اكيد بعض الغيابات الموجوده عند النادي الاهلي اكيد هيبقى عند فايلر حساب ليها او تحسبات ليها يعني. كلها امور يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يحالفوا الحظ ويعني يرجع ان شاء الله بالثلاث نقط يعني. بتشوف المنافسه ازاي في المجموعه دي؟ يعني تقريبا هي اصعب مجموعه في المجموعات كلها اللي في دوري ابطال افريقيا في الدور ده تحديدا. يعني المنافسه شايفها ازاي؟ الهلال والنجم، الهلال رجع طبعا في المنافسه بعد ما فاز على النجم في تونس ودي كانت مفاجاه كبيره جدا، فبالتالي الثلاثه ست نقاط. بالتالي شايف ايه الاقرب، ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه؟ انا شايف ان المنافس الرئيسي للنادي الاهلي هو الهلال. الهلال الهلال الحقيقه ليه يعني مش النجم؟ هقول لحضرتك ليه. الهلال اولا معنوياته مرتفعه جدا جدا كويس. الظروف المحيطه في نادي الهلال حاليا بقى في استقرار، وبقى في كمان جهاز فني طبعا كابتن حمدي صدقي والمجموعه اللي معاه مدين نوع من فاصلين الفرقه خالص عن اي ظروف خارجه عن النادي يعني. نادي النجم الساحلي هو طبعا فرقه على مستوى عالي ولاعيبه على مستوى عالي جدا وقوه ما يستهان بها، لكن عندهم اشكاليات، عندهم مشاكل جوه النادي وعندهم مشاكل جوه الفرق وبعض اللاعبين. بس اتكلمنا على موضوع المشاكل ده وكسبوا النادي الاهلي. كان بخطا تحكيمي او اخطاء تحكيميه في المباراه، لكن في نفس الوقت ممكن المشاكل ما يكونش بتاثر على الجانب الفني في الملعب او المدير الفني والاستقرار بالنسبه لهم. كل زي ما دايما بقول كل مباراه ليها ظروف. مباراه النادي الاهلي والنادي النجم الساحلي كان ليها ظروف، ويعني لو عدناها 1000 مره مش هتخلص بالنتيجه دي او بالشكل ده. فبالتالي انا بشوف ان المنافس الاقوى بالنسبه لرقم يعني 2 مع النادي الاهلي هو الهلال. طبعا النجم الساحلي قوه لا يستهان بها عشان ظروف ماتشاته اللي جايه مثلا، ظروف مباراته طبعا اللي جايه، وعنده نوع من الاريحيه بالنسبه في التعامل مع المباريات. النجم الساحلي في عصبيه، في مشاكل جوه الفرقه، في رغبات من رحيل، في مشاكل على مستوى الاداره نفسها. خليني بس اقطعك معلش ثانيه واحده. دي لقطات حيه الان من تدريب النادي الاهلي الاول في زيمبابوي حاليا، ده مباشر كده واحنا عايشين معاهم اهو لحظه بلحظه وهم بيتمرنوا دلوقتي. يعني هيبقى معانا يعني ايه 5 دقايق مثلا من التمرين طبقا للتعليمات الجهاز الفني. هل ده الملعب اللي هيستضيف المباراه؟ لا، المعلومات ان ده الملعب مش هيستضيف المباراه، يعني معلومات في اللي جاي لنا لحد دلوقتي ده ملعب تدريب. ملعب تدريب عادي. طبعا. فهنتاكد برضه من فاروق صلاح زميلنا، لكن ده مش الملعب يعني اللي احنا في. المهم يعني انت تدريبات في امطار، في امطار واضح طبعا، في امطار طبعا واضح جدا واضح. ممكن تاثر على الماتش ولا انت شايف ايه؟ طبيعه النادي الاهلي مش مواخد على اللعب في امطار، فاكيد هتاثر اكيد يعني. خصوصا كمان يعني التعامل مع الكرات، وخصوصا حارس المرمى هيبقى دي عنده مشكله فيها برضه. فدي كلها هتحتاج تدريب خلال الفتره دي لحد بدايه المباراه. طبعا هيبقى مؤثره اكيد يعني، ما فيش كلام. طيب كنا بنتكلم على المنافسه، وقلت لي ان الهلال هو الاقرب ان هو ممكن يصعد مع النادي الاهلي باذن الله تعالى، يكون الاهلي احد الفرق اللي تصعد باذن الله للادوار القادمه. هل تولي الكابتن حماده صدقي هو ده اللي هيدي الافضليه للهلال، ولا ظروف المباريات ان في ماتش كمان على ملعبه، الماتش بتاع النجم الساحلي وبعد كده ماتش الاهلي كمان على ملعبه، وماتش بلاتينيوم يعتبر سهل لو الاهلي باذن الله فاز على بلاتينيوم، فخلاص بلاتينيوم كده بره فهيبقى سهل بالنسبه للهلال؟ لا، هو في عناصر كتيره بالنسبه للنادي الهلال يعني. هي مش اساس بالنسبه لهم طبعا. الكابتن حماده طبعا على المستوى التدريبي انا بشوف ان هو ما خدش حقه داخل مصر بالشكل الامثل يعني. لكن هو على المستوى التدريبي والتعامل مع اللاعبين والتعامل النفسي اعتقد ان هو مدرب كويس جيد جدا، وتعامل ومدرب يعني ينتظره مستقبل جيد مع الفرق الكبيره سواء على المستوى الانديه او مستوى المنتخبات. لكن مش هو العنصر الاساسي الكابتن حماده، لا، في عناصر اخرى موجوده في نادي الهلال. الفرقه نفسها فرقه جماعيه بتلعب بشكل جماعي. في الظروف المحيطه زي ما قلت مع نادي الهلال اعتقد افضل بكتير جدا من نادي النجم الساحلي. وفي النهايه برضو المباريات هي اللي بيبقى كل حاجه ليها ظروفها، واحنا يهمنا في الاساس طبعا النادي الاهلي هو اللي يصعد يعني. طيب نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. بتشوف ان النادي الاهلي عنده المقومات الكافيه باذن الله لحصد اللقب مش بس للتاهل؟ طبعا ده هيترتب عليه
الدور اللي جاي، يعني احنا هنشوف الدور اللي جاي هيحصل ايه. يعني مش هينفع ان احنا نسبق الاحداث، ودايما في النادي الاهلي لما بنيجي نتكلم معاهم في بخصوص الحاجات دي يقولوا ان احنا بناخد خطوه صح يعني صح. فاعتقد ان الخطوه الاهم نحاول بس نقرا المشهد كده من بدري، نحاول لا تمام هو الخطوه، بس الخطوه اللي هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هو طبعا التاهل للدور الاهم يعني. طيب خليني اكد ان مش ده طبعا الملعب اللي هيستضيف مباراه الاهلي وبلاتينيوم، ده ملعب تدريب بس بالنسبه للفريق. هو واضح ان هو استاد يعني فيه مدرجات وكلام من ده، لكن الملعب ده اللي هيستضيف تدريبات اليوم وتدريبات الغد باذن الله. ملعب المباراه هيستضيف تدريبات يوم الجمعه، واللي هي المران الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي قبل 24 ساعه كامله من المواجهه المرتقبه يوم السبت باذن الله تعالى. المران الاخير هيكون في تمام الساعه 3 عصرا، وهو نفس ميعاد مباراه الاهلي وبلاتينيوم يوم السبت باذن الله تعالى. الاهم ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. طيب المعطيات اللي ممكن نقدر ناخدها معطيات ايجابيه من خلال الفتره اللي فاتت ومنافسات الاهلي في سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا او المباريات الاخيره في بطوله الدوري، نقدر ناخد ايه المعطيات من وجهه نظرك اللي باذن الله ممكن يستند عليها مستر فايلر في المباراه المقبله امام بلاتينيوم؟ اهم شيء المعطيات يعني من ضمن العناصر المهمه عند النادي الاهلي هو عنصر الثقه طبعا كويس. عنصر الثقه والروح المعنويه مرتفعه ده مهم جدا طبعا. ده موجود حاليا، النادي الاهلي حقق نتائج على مستوى هايل طبعا، يعني ما اتحققتش بقالها فتره كبيره جدا في الدوري ممتاز، ويمكن دي هي دي الخطوه الاولانيه في موضوع الثقه. طبعا العناصر الجاهزه اللي موجوده عند مستر فايلر اعتقد دي برضو يعني عنصر مهم وعنصر ايجابي جدا. طبعا عنده اشكاليه في 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 موضوع خط الدفاع برضو بعد اصابه سعد سمير. خليني بس اوضح حاجه سريعه برضو مهمه جدا، ان الملعب ده في مدينه هراري مش في المدينه اللي هتستضيف المباراه. الاهلي لسه هيسافر بالطياره بعد بكره بطياره مده 45 دقيقه 600 كيلو للمدينه اللي هيكون فيها الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. دي المدينه اللي طبعا اللي فيها المطار اكيد. دي مدينه هراري، واللي بتبعد اللي هي العاصمه يعني اللي بتبعد 600 كيلو عن المدينه الاخرى هتستضيف المباراه. الملعب ده اسمه ملعب بابا فيلز اللي بيستضيف تدريبات النادي الاهلي. اتفضل. هو طبعا يعني موضوع شاق جداً افريقيا جداً. افريقيا طبعا موضوع شاق جدا وبقى فيها صعوبه. فطبعا ان شاء الله ربنا يعني يوفق باذن الله لعيبه النادي الاهلي ويقدروا ان هم يعني يتخطوا المباراه باذن الله بثلاث نقط. نرجع للمعطيات، لا المعطيات فيها معطيات ايجابيه كثيره، في معطيات سلبيه عند الجهاز الفني اعتقد ان شاء الله هيتغلب عليها. فايلر يعني مدرب هادي جدا ميزه طبعا يعني ميزه هايله عكس مدربين سابقين في النادي الاهلي كان بيتسموا دايما بالعصبيه وبيتسموا دايما بالعنف في التعامل. اعتقد يعني هدوءه وبساطته في التعامل مع اللاعبين سر كبير جدا في التقارب اللي حصل في وقت قريب قوي ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعبين. يعني زي ما كنت بقول الاشكاليه اللي في خط الدفاع اعتقد دي برضو حتى يعني هيحاول يتغلب عليها. انت شايف الاهلي عنده اشكاليه في خط الدفاع؟ يعني اصابه سعد سمير اعتقد ان هي بس سعد سمير اصلا ما كانش بيلعب لانه كان مصاب قبل كده يعني ما هو يعني على المستوى اللاعبين رامي ربيعه اوقات بيروح ويجي وفي اصابات بتحصل له بس هو جاهز دلوقتي حاليا جاهز. يعني انا بتكلم بخصوص المباراه اللي جايه، فاهم قصدي؟ يعني جاهزيه موجود رامي ربيعه، موجود محمود متولي، موجود ياسر ابراهيم، موجود ايمن اشرف، ادي اربعه، ممكن احمد فتحي كمان. ياسر ابراهيم بعيد شويه يعني ياسر ابراهيم اوكي. لا انا بتكلم كخيارات بالنسبه يعني للجهاز الفني. هو ما هي يعني حسب ما معلوم يعني بالنسبه للمستر فايلر ان هو لسه ما استقرش على موضوع ياسر ابراهيم ان هو يعني يديله او يقتنع بان هو. طب لو بخلاف ياسر اساسيا لو بخلاف ياسر هو ما فيش غير ايمن اشرف رجله في الملعب ورامي ربيعه رجله في الملعب ومحمود متولي ابتدت رجله تبقى في الملعب، فبالتالي يعني انت شايف ان في ازمه قوي في المكان تحسبا لاي ظرف يعني زي ما حصل لسعد سمير تحسبا لاي ظرف يحصل هيبقى فيه اشكاليه. حاليا طبعا هو عنده اثنين موجودين، حتى لو عندك لعيب زي احمد فتحي لعب في المكان ده في ماتش الهلال مثلا، لعيب زي محمد هاني لعب في المكان ده برده كتير مش مركزه اساسي يعني هو مش بس هاني لعب موسم كامل تقريبا مع كابتن حسام بدري على ما اتذكر مش موسم لا كامل ولا حاجه هي بعض المباريات يعني بعض المباريات يعني لكن هو مش مركزه اساسي، فاللي هو اللعيب اللي بيبقى مش مركزه اساسي بيبقى اما يلعب في مركز ثاني
بيحس ان هو غريب شويه. متفق معاك تماما. اه طبعا. لكن هو أكيد. لكن هو انا بعتبر ان ومتهيألي يعني اعتقد ان النادي الاهلي هو يعني ليه عنده مسؤولين بيتابعوا الكوره كويس ولجنه التخطيط. اظن ان الصفقه الاهم بالنسبه في يناير هي مدافع مش مهاجم حالق في الفتره الحاليه يعني. لكن طبعا هم ادرى وهم اللي شايفين يعني هم اللي شايفين طبعا اكتر مننا. وربما تكون الخطط تغيرت احنا مش عارفين يعني ممكن الخطط تتغير خصوصا بعد اصابه سعد سمير. على الكلام على المستوى الفريق انا بشوف ان المدافع افضل يعني اكتر احتياجا في الفتره الحاليه. ياسر ابراهيم طبعا مدافع انا بشوفه انه كويس جدا بصراحه ولكن ما لحد دلوقتي ما مستر فايلر ما دفعش بيه او ما ادالوش الفرصه. فاظن يعني ان شاء الله يعني يتغلب عليه النادي الاهلي الفتره اللي جايه موضوع الدفاع. المنتظر من النادي الاهلي في مباراه بلاتينيوم هل الفوز طبعا مهم يعني الفوز ده اكيد امر نتمناه كلنا لكن بتشوف مدى صعوبه تحقيق الفوز هناك في البلاتينيوم وايه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي في مباراه زي دي؟ لو انا الظروف ما ساعدتنيش ان انا اكسب هيبقى ايه المطلوب منهم؟ هو او التعامل مع المباراه يكون ازاي من وجهه نظرك؟ هو المفترض طبعا ان الجهاز الفني واللعيبه يعني درسوا اكيد البلاتينيوم كويس وشافوا قد ايه هو ايه نقط الضعف والقوه عنده. وبالتالي مهم جدا ان هيحصل نوع من الضغط وده اهم برده يعني لسه كنا بنتكلم على المميزات بتاعت فايلر اللي حصلت مع النادي الاهلي. اهم ميزه عملها فايلر مع النادي الاهلي موضوع الضغط البريس على اللاعبين على الخصم ده طبعا ما كانش موجود فتره طويله قوي من ايام يعني تقريبا اخر حاجه اعتقد مستر مانو جوزيه كان هو افضل مدرب بيعمل نوع من وكنا بنشوفها في التدريبات. فدي يمكن من احد المميزات المهمه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي حاليا ان بيحصل نوع من الضغط الشديد جدا على المنافس بيحصل نوع من الاخطاء عند المنافس ويمكن حصلت في اهداف كثيره يعني. لكن على المستوى الهدف هو الهدف هو الفوز طبعا هو ده الاساس. وبعيدا عن الاداء يعني يمكن برضو الناس هتطلب موضوع الاداء ولا في ظروف بتحتاج ان لازم المكسب هو فقط صح. بعيدا عن الاداء يعني. بسبب مثلا ضغط المباريات بسبب ظروف المباراه ومدى صعوبتها وحجم المنافسه والسفر والسفر يعني بشكل عام طبعا المطلب الرئيسي في المباراه زي دي طبعا فوز أكيد, أكيد, اكيد مش أكيد يعني اكيد طبعا مش من اهم النقاط يعني اكيد الفوز هو الاهم. طيب برضو عايز اتكلم عن الغيابات يعني مثلا بيجيب حسين الشحات عن هذه المباراه في نفس الوقت بيتواجد في هذه المباراه محمود عبد المنعم كهربا. تشوف مدى تاثر النادي الاهلي بغياب حسين الشحات ومدى التاثر الايجابي اللي ممكن يضيفه محمود عبد المنعم كهربا في مباراه زي دي؟ حسين الشحات غيابه طبعا هو على اساس ان فتره كبيره جدا موجود مع النادي ومع الفرقه من اكثر اللعيبه اللي لعبت ماتشات في ناس اتعودت طبعا على شكل لعبه وطريقه لعبه. برضو الوقت ما اسعفوش لكن هو قريب من كتير من اللعيبه وعارفين طريقه لعبه سواء على المستوى كان مع بعض في منتخب مصر فعارفين طريقه لعبه. لكن تاقلمه هو مع خطه فايلر انا مش عارف اذا كان مع الفرقه بقاله اسبوع بقاله فتره يعني. لكن تاقلمه هو مع الـ مع الـ مع الجهاز الفني دي انا ما اقدرش اكدها. الراجل طبعا اداله في المباراه اللي فاتت في بعض الاقاويل ان هو هيبدا اساسي طبعا دي حسب برضو رؤيه الجهاز الفني. تقدر تتوقع من مستر فايلر ولا صعب؟ بظن لا يعني بظن صعب ان هو يبدا الدفع بيه يعني ككهرباء خصوصا كمان ان مؤكد ان هو الراجل هيغير طريقته على الاقل في الفتره الاولانيه لان هو المنافس بالنسبه له والملعب والطريقه وكل الحاجات دي كلها مشاكل عنده. فاعتقد ممكن يغير شويه من طريقه اللعب على اساس ان هو يحصل نوع من الكردون الدفاعي اكتر في الفتره الاولانيه لحين ان هو يحرز هدف. يعني شايف الاهلي ممكن يبتدي بسيناريو متحفظ فيه شويه طبعا دفاعي ده مؤكد ما فيش كلام يعني ولا ممكن نلاقي المشهد اللي شفناه في مباراه النجم في تونس. ممكن يكون اكيد الجهاز الفني اتعلم من الخطا ده مش خطا ان ده كان خطا؟ لا مش خطا يعني كل ظروف كل مباراه وليها ظروفها طبعا اللي هو الطرد هو اللي عمل المشكله اكيد اكيد لكن يعني كل مباراه هيبقى ليها ظروفها بس اظن ان المره دي في ظل الظروف اللي احنا شايفينها على مستوى الملعب وعلى مستوى الجو وعلى مستوى بعض اللي هو عنده كمان عنده غياب زي حسين الشحات اعتقد ان هو ممكن يعيد النظر في الجزء الامامي ان هو يحصل نوع من التحفظ لحين ان انا اشوف الخصم بتاعي بيلعب ازاي وطريقته ازاي. بس دايما جمهور النادي الاهلي كان بيرغب في ايه خلال الفترات اللي فاتت وعلى مدار تولي مسؤولين او مديرين فنيين خلال السنوات اللي فاتت ان انا زي ما بلعب جوه العب بره
زي ما هم عايشوا مع مستر مانويل جوزيه. كنا بنروح بره الاهلي بيفرض سيطرته، بيلعب لعبه وبيكسب بره عادي، ما كانش فيه اي مشكله. شفنا او حسينا الكلام ده في مباراه النجم من خلال سيناريو مستر فيلر واسلوبه وفرض اسلوبه حتى بعد الطرد كمان، وقبل الطرد كان الاهلي هو اللي بيهاجم والاهلي بيلعب ومفيش اي مشكله. شايف ان المباراه دي بالذات لازم ان الاهلي ما يبتديش بالسيناريو ده ويبقى فيه تحفظ وبعد كده يقسم المباراه على حسب بقى سيرها، ولا شايف ايه؟ بص هو يعني لازم نتفق كده، بنقعد نقول ايه لازم الاهلي يلعب بره ويهاجم وكلام من ده. لازم نتفق على جزء مهم قوي، ان اللي بيبقى شايف اكتر واحد مدير فني طبعا، مدير الفني طبعا، وهو اللي شايف الفرقه كويس وهو اللي اتفرج عليها في التلفزيون وفي الفيديو والحاجات دي كلها، واللاعبين طبعا نفس الكلام. فمهما الواحد يقدر ان هو يحط سيناريوهات او يحط توقعات، اعتقد ان هو في دماغه او الجهاز نفسه في دماغه هيبقى تصور مختلف وفقا اللي هو شايفه من وجهه نظره في التعامل مع المنافس. هو بلاتينيوم فرقه مش مخيفه يعني، هي مش فرقه زي النجم الساحلي او الهلال، هي مش مخيفه، ولكن الظروف الموجوده في المباراه والاجواء اللي هو ممكن يشوفها فايلر يعني ممكن تجبره ان هو يعيد النظر في التعامل المبكر. يعني ممكن يغير بعد فتره من الزمن، لكن بظن ان هو في الفتره الاولانيه يحصل نوع من استكشاف الخصم الاول، ويقدر ان هو يشوف ايه ملامح القوه والضعف اللي عند المنافس في خلال المباراه، لان يعني مش دايما ملامح القوه والضعف بتظهر في على كل المباريات، لكن في خلال المباراه دي يظهر ملامح ضعف يقدر ان هو يستغلها عن طريق بعض اللاعبين اللي موجودين معاه في دكه الاحتياطي. كل دي امور او ظروف يقدر ان هو يشتغل عليها. طب ما تيجي نتوقع التشكيل كده مع بعض، تتوقع ايه؟ أول أعتقد التشكيل الأخير بالنسبة للدوري هو اللي هيبقى متاح، يعني طبعا حسين الشحات بره، هيبقى حسين الشحات، لكن هو الطبيعي محمد الشناوي. خلينا نقول القائمة. طب الأول متوقع التشكيل؟ طب اتفضل عشان نعيدها على جمهور النادي الأهلي وأنت تبقى عارف القائمة بالظبط. يعني محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي حراسة المرمى، أحمد فتحي، محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، علي معلول، ورامي ربيعة، ومحمود متولي في خط الدفاع. في نص الملعب أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو، واحمد الشيخ، وكهربا، وفي الهجوم اجاييه ومروان محسن وازارو. تشكيل بقى شناوي، محمد الشناوي تمام، ياسر ربيعه وايمن اشرف، ربيعه وايمن اشرف تمام. احمد فتحي، احمد فتحي مش محمد هاني، لا اظن احمد فتحي. احمد فتحي على اساس يعني عنده الخبرات الافريقيه اكتر وخبرات التعامل. وبعدين فايلر بيطمن مع احمد فتحي ان بيبقى فيه لعيب كبير جوه الملعب يقدر ان هو يوصل رسائله يعني. ده في اعتقادي يعني. ناحيه الشمال معلول، مع علي معلول طبعا في نص الملعب. انا بشوف علي ديانج طبعا ثبت نفسه كويس قوي، وقدر ان هو يقنع جماهير النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، صفقه كبيره جدا، صفقه مهمه، وراجل بيقف على الكوره كويس وبيقطع كويس، صفقه اعتقد مميزه جدا. مجدي قفشه، ديانج وقفشه، تمام. وليد سليمان، وليد تمام تمام. مين نكمل؟ انت نسيت عمرو السولية. عمرو السولية، يبقى عمرو السولية، وعمرو السولية ومجدي قفشة ووليد سليمان. عمرو السولية ولا اليو ديانج؟ يعني نلعب باثنين ارتكاز ولا نلعب بواحد قدامه اثنين؟ انا بعتقد انه مش هيبدا بكهرباء. مش هيبتدي بكهرباء؟ لا مش هيبدا بكهرباء. هو هيبدا بوليد سليمان ومجدي قفشه، وتحتيهم ازارو، وتحتيهم ازارو، واثنين الارتكاز طبعا اللي هو عمرو السوليه والي جانج. ده في اعتقادي الشخصي، ده التشكيل من وجهه نظري. ده في اعتقادي يعني. عموما هنشوف مستر فايلر، اكيد القرار النهائي بيكون عنده هو، واحنا الادرى، احنا الادرى او هو الادرى طبعا باموره وترتيباته الخاصه بالمباراه. طيب خلينا نروح لملف اخر، وعايز اخد رايك في حفله امبارح، حفله توزيع جوائز افضل لاعب في افريقيا، وكان رايك لا هي طبعا حفله، في جوانب كتير يعني، حفله نتكلم في الاول جانب التنظيمي، جانب الشكل. لا احنا الشكل طبعا، احنا يعني احنا الحمد لله دائما وابدا مصر بتتفوق على نفسها في التنظيم. حلو. في كل المحافل والاطار العام بالنسبه للاستضافه
اعتقد ان العالم كله تقريبا مليارات امبارح شافت فعلاً الحفله على البث المباشر في على تويتر. ده كان اهم شيء صح. طبعا طبعا وقبلها المباراه اللي هي كانت في الاهرامات دي كانت طبعا دي كانت مهمه جدا جدا طبعاً. كلها على المستوى الترويج لمصر طبعا دي حاجه عظيمه جدا والشكل بتاعنا وكانه مهرجان وكرنفال كبير قوي ده اعتقد ده اضافه كبيره جدا بالنسبه لنا وده مش جديد على مصر وده مش جديد على ان احنا نستضيف هذه المحافل يعني ده بالنسبه للحفله يعني لكن انت بتسال على ايه بالظبط؟ انا عايز اسال بالظبط على جوائز الحفله او خليني ابتدي بعدم حضور محمد صلاح رايك ايه؟ لا عدم حضور محمد صلاح اعتقد ان كان شيء مش ايجابي مش ايجابي طبعا تمام كلنا كنا يعني كمصريين وكشعب بنحب الكوره وشعب بنحب محمد صلاح كنا نتمنى ان محمد صلاح يبقى موجود طبعا المشكله فين بعيدا عن يعني ايه السبب اللي خلى محمد صلاح ما يجيش محدش عارف لان هو معلقش طيب. هو معلقش يعني هو تعليقه التعليق الوحيد من خلال السوشيال ميديا الانستغرام الانستغرام ستوري بتاع انستغرام وصوره مكه بنته وكلام من ده وان جائزه افضل اتحاد راحت ليه وكلام من ده والتعليق الثاني اللي هو بارك قال كونجراتيوليشنز برو على ساديو ماني مبروك وخلاص بس دول تعليقين بالنسبه لمحمد صلاح تمام ونزل صور وهو في التمرين بس دي عاديه يعني بشوف عاده بينزل صور كتير يعني هو مش متعود كل مره بينزل كل الصور يعني بس يعني تواجده في التمرين امبارح دي برده كانت يعني محل هو طبعا التمرين يبقى لازم يحضره كلاعب في النادي ليفربول ولكن انا مش قادر اتصور ومش عارف ايه الاسباب اللي ما خلتش محمد صلاح يجي بعض الناس بتتكلم على حملات اعلانيه وان هو ما ينفعش يبقى موجود عشان شركه هو منافسه اعتقد ليها. في العقود بيبقى محطوط حسابات الحاجات دي يعني بيبقى عامل حساب لو انا كسبت افضل لاعب في افريقيا مثلا في العقود مع الشركات ايا كان هو متعاقد مع انهي شركه لو في شركه منافسه ده برده مش مشكلتي انا طبيعي ان انا ابقى موجود في الحفله كلام لا ما هو هي ليها سؤال هي ليها اجابه اسف ليها ان لو محمد صلاح هو اللي كان فاز بالجائزه ما كانش هيجي بالظبط ما هو ده اللي انا قصدي اقوله يعني هي ليها اجابه لو ما كانش هو لو كان هو بالزبط. الفائز بالجائزه ما كان ساديو ماني مش كان هيجي وما كانش هيبقى في مشكله طبعا. مش كده برده طبعا وبالتالي عدم حضوره انا بشوفه بعيدا عن كل بقى الحاجات والناس طبعا للاسف بعض البعض بيعبث في الظلام سواء في الخارج او في الداخل يقول ان محمد صلاح دي غيره من ساديو ماني وان هو مش مبسوط ان ساديو ماني يعني نقدر نستنتج ان الموضوع ما فيهوش غيره ولا حاجه لا خالص مفيهوش غيره لا خالص الموضوع عباره عن ايه رواسب هو ما بين محمد صلاح هو في اعتقادي هي المشكله ان محمد صلاح زعلان محمد صلاح غضبان من ايه بقى بالظبط من الاتحاد المصري لكره القدم بسبب جائزه ذا بيست مثلا موضوع جائزه ذا بيست وعدم تصويرها هي كذا حاجه يعني هي قد يكون كذا حاجه يعني هو تقريبا يعني حسب ما يعني المقربين حوله يعني بياكدوا على ان هو ما تمش التعامل معاه بكل المواقف بالشكل اللي هو شايفه كويس بالنسبه له فيما يخص موضوع التصويت في جائزه ذا بيست يعني المعسكرات كلها امور كاس العالم 2018 او معسكر كل ده كل ده كل ده ما يخليش محمد صلاح ان هو ما يجيش مش مبرر طبعا يعني تواجد محمد صلاح اولا احنا كلنا كمصريين وكلنا كناس بتحب الكوره وبتحب محمد صلاح وكل الناس بتقعد تتفرج دلوقتي بتسيب الاهلي والزمالك وتتفرج على ليفربول عشان محمد صلاح ما بيسيبوش الاهلي والزمالك ولا حاجه بس بيتفرجوا على محمد يعني عموما يعني بتتفرج على محمد صلاح وبالتالي حب الموجود عند الناس لمحمد صلاح يجب ان يتم مبادرته بنفس الشيء وتقديره الحدث على ارض مصر زي ما بيقولوا كده في الامثله البلدي بتاعتنا الفرح عندنا ما ينفعش ان واحد من الفرح فرح واحد من عندنا من العيله ما يبقاش موجود وخصوصا كمان هو مرشح هو مش بره كمان الترشيحات لا بالعكس ده هو مرشح وتواجد محمد صلاح في هذه الحفله هيديها انطباع اخر كتير جدا على المستوى الاهتمام اكتر الاعلامي والمستوى الاهتمام اكتر من كل العالم محمد صلاح النهارده مش لعيب عادي ولا شخص عادي لا محمد صلاح بيبقى متواجد مع كريستيانو رونالدو ومتواجد مع ميسي في افضل جائزه على مستوى العالم جائزه افضل لاعب على مستوى العالم فبالتالي هو في حته تانية خالص تواجده اضافه وتواجده
بيدي قيمه اكتر، لانه هو لاعب ذات قيمه مفيش كلام يعني، اكيد طبعا. لكن عدم حضوره ادى نوع من التساؤلات، ادى نوع من الرغي كتير جدا اللي ما كانش ليه اي داعي، صمته الرهيب جدا اللي هو مفيش اي تعليق على يعني رياض محرز. رياض محرز طبعا طلع بيان قال لك قال لك نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر سيتي وبارك لساديو ماني بعد المباراه، وقال ان انا كنت بحط اول اهداف محاوله الفوز بالجائزه السنه الجديده لنفسك ان شاء الله. لا انا بشوف ان يعني لازم يكون في حسابات مختلفه عن الحسابات الشخصيه. يعني حساباتي انا مع دولتي غير حساباتي مع مكان او شخص او افراد او حاجات زي كده. حسابات لازم تكون مختلفه، وما بقاش فيها نوع لازم ان انا اتغاضى عن حاجات عشان خاطر بلدي، اللي هي سبب رئيسي جدا في تواجد اي شخص، تواجد اي شخص على مستوى على المستوى الدولي وعلى المستوى الاقليمي البلد. واعتقد ان مصر قدمت كتير جدا لمحمد صلاح وغيره، مش محمد صلاح بس يعني، عشان ما يبقاش اللي كان محمد صلاح وغيره. فبالتالي كان واجب عليه ان هو يحضر مع زميله ساديو ماني، وبعدين المباراه مفيش مباراه قريبه لليفربول عشان خاطر يعني ماتش السبت، يعني ماتش توتنهام في الدوري. يعني الامور بسيطه، ساديو ماني احد العناصر الاساسيه، الامور بسيطه يعني. فانا بشوف ان عدم تواجده اعتقد ان ده مش ما كانش منتظر من محمد صلاح. نتمنى ان يكون في اعاده للنظر من محمد صلاح او من حد بيسمع منه بعيدا عن وكيل اعماله، لان يعني وكيل اعماله الناس كلها طبعا عندها انطباع غير جيد عنه، ومحملاه هو هذا التصرف، ان هو يعني اشار على محمد صلاح بهذا التصرف. يجب على اسرته وعائلته ان هم يعيدوا تاني محمد صلاح، لان محمد صلاح زي ما قلت قيمه بالنسبه لمصر، قيمه بالنسبه لكره القدم المصريه، قيمه كبيره جدا حاليا في مصر على مستوى العالم. اكيد طبعا. طيب هل ممكن نستشف في رد محمد صلاح من خلال صوره مكه مثلا؟ يا ريت يا عماره تجيبها لنا كده تعرضها لنا الصوره دي مثلا، ممكن يكون معناها او تدل على السبب اللي خلى محمد صلاح ما يجيش. وعايز اخد رايك في تتويج الاتحاد المصري لكره القدم بافضل اتحاد في افريقيا، واللي تسلم الجائزه كمان، اللي خد الجائزه واللي طلع تسلم الجائزه على الاقل، ايه هي الصوره؟ لا ممكن يكون حاجه بتدل على موقف هو محمد صلاح. هو الكلام بتاعه هنا بيقول ان يعني ان افضل الاتحاد سوف تذهب الى تذهب الى نقطتين، ومعناها بنته يعني. هي فيها نوع من السخريه طبعاً والتهكم مش مقبول يعني. هو برضو خلينا نقول مش مقبول. مش مقبول ليه؟ لان في مواقف كتيره جدا نجوم مرت عليها هذا الموضوع، مش هو ده التعامل، مش هو ده طيب المعامل. بتشوف ازاي حصول المهندس انا ابو ريدة كرئيس الاتحاد المصري الاسبق او السابق على جائزه افضل اتحاد في افريقيا؟ اولا اللي حصل على الجائزه هو مصر، مش هنا ابو ريدة. طب ما لو مصر كان ممكن يحصل عليها طبعا وزير الشباب الرياضه مثلا. لا وزير الشباب الاتحاد، انا عايز اقول لك حاجه، الماتيريال اللي اتعرض عباره عن ايه؟ تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه للكبار، تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه للشباب. طب ليه مش عمرو جنايني اللي طلع خد الجائزه؟ لا هو موضوع الاختيار الشخص اللي يعني هياخد او ياخد الجائزه دي، ده شان اتحاد افريقي، ده مش مصر هي اللي مختاره. الناس حاسه بحاجه ثانيه. لا بعيدا عن بس، لا احنا لازم نفهم بس حاجه بس. هو طبعا شان الاتحاد الافريقي، مصر هي اللي حصلت على الجائزه. الاتحاد الوطني او الاتحاد المصري تمام. هو اللي حصل على الجائزه، مفيش مشكله. كويس تمام. اللي حصل على ليه حصل المسؤول الحالي اللي هياخد الجائزه ولا اللي قبل كده؟ دي ده شان الاتحاد الافريقي. لا المفروض لا المفترض طبعا عمرو جنايني، بس كده. لا المفترض عمرو جنايني بس كده. استاذ رامي، لكن وزير الشباب ما ينفعش يطلع يشتري، لان الاتحاد الافريقي ما يتعملش، او عمل له تكريم بعد الحفل. يعني عمل تكريم لوزير الشباب خاص بعد الحفل، لكن الممثل الرئيسي حتى لو من خلال اقتراح من المسؤولين على الاتحاد المصري حاليا مثلا، أو لا الممثل الرئيسي بالنسبه للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي هو الاتحاد المصري. هو التساؤل ليه بس مش عمرو جنايني اللي طلع خد الجائزه؟ كان في العموم الجائزه في الاخر تبقى لمصر، مفيش اي مشكله. استاذ رامي انا بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، بشكرك، شكرا جزيلا. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم دي. كانت حلقتنا من كلام في ميديا، بكره اخبار اكتر وكواليس اكتر عن فريقنا الحبيب في زيمبابوي واستعداداته الاخيره لمواجهه يوم السبت باذن الله تعالى، اللي يكون ان شاء الله باذن الله موفق فيها. استنونا بكره وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.